هل ريهام النهاردة هتقدم صورة مختلفة غير اللي الناس متعودة عليها؟ حاسة ان هو ممكن يبقى حاجة كويسة ان الناس تعرفني بشخصيتي الحقيقية مش التصور اللي هم مكونينه عني. هل هتنزع قناع الفتاة الكيوت وهتكشف عن الوجه الآخر؟ انا بحب اكون ستريت فورورد وبحب الناس تعرفني وتقبلني زي ما انا، مش بالشكل اللي هم متخيلينه. ممكن عايزاهم يحبوني زي ما انا ايا كان، يمكن الانا ده اوحش من اللي هم متخيلينه، بس انا عايزاهم برضو يعرفوه ويحبوني زي ما انا، يقبلوني كده زي ما انا. على حد علمي انها النهارده جايه تتكلم وتقول، لما نشوف. متحمسة، أنا بحب البرنامج جدا وبحب سمر. ريهام غيرت من جلدها كتير كممثلة وأثبتت نفسها، ناقص بقى إن هي تغير انطباعات الناس عنها. مساء الخير ريهام عبد الغفور. مساء الفل عليك. مساء النور يا سمر. اخيرا التقينا زي ما بيقولوا. اخيرا فعلا، اول مره بحضر لك برنامج، يعني باجي ضيفة في برنامج من برامجك، فمبسوطه جدا وانا بحب البرنامج ده بصراحه. يعني انا كان نفسي تكوني ضيفتي من فتره طويله بس يعني لظروف تصويرك اتاخرنا، بس اخيرا صورنا الحمد لله اخيرا. اول خبر معانا، احنا دايما بنقول الاخبار في الاول. نشوفك بقى متابعه ولا مش متابعه. أوكي. مطفيه دماغك ولا لا. أوكي. بتحبي تشوفي كل حاجه بتدور حواليكي. هعرض لك اول خبر معانا النهارده. جاهزه؟ جاهزه. يلا. بعد 5 سنوات من اختفائها غرفة نوم الملك فاروق للبيع $1,000,000. مستنيت تعليق ليه أنا؟ غرفة النوم دي كانت في استراحة الملك فاروق اللي كانت في حديقة الحيوان بالجيزة. اختفت. أوكي. ولقوها بتتباع على موقع اسمه فليكر. أوكي. بحوالي $1,000,000. هو يعني ايه كانت حديقه الحيوان؟ يعني الاستراحه بتاعت الملك فاروق. أوكي. دايما انت عارفه الملوك او الرؤساء بيكون ليهم استراحات. أوكي. في كل الاماكن اللي هم بيروحوها او اللي بيترددوا عليها. فغرفه النوم دي اختفت ولقوها معروضه للبيع علني كده. حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا انها تختفي اصلا، يعني اوضه نوم تختفي، مش مثلا كوبايه بتختفي، فشيء غريب يعني. فلكن انا عايزه برضو اكون صريحه معاكي، انا مش مثقفة قوي، يعني مش ما تلاقينيش مش مطلعة، ويمكن لما بقيت عندي فيسبوك بقيت أعرف معلومات لما بدخل على فيسبوك، بس ما أنا عشان زي كنت تسأليني دلوقتي متابعة ولا مش متابعة. متابعة مش قوي للأسف. طب أنت خبر زي ده يزعجك؟ لأن بتعتبر تراث من تراث أكيد مصر. طبعا يزعجني أكيد، يعني شبح الحاجات لما الآثار بتختفي وبعد كده بتتباع وكده، دي حاجاتنا يعني، حاجاتنا وتاريخنا وحضارتنا وكده، فأكيد بتزعجني. انت عارفه ان في ناس بيقولوا ان دايما اثارنا لما بتطلع بره بتكون متصانه اكتر، انت مع الراي ده؟ انا مع فكره ان احنا للاسف في مصر، انا اسفه جدا طبعا مش تعميم، بس للاسف ما بنحافظش على حاجتنا وما بنقدرش قيمه الحاجات بتاعتنا. ليه؟ مش عارفه، هي في الكالتشر بتاعنا كده، ما تعودناش نهتم، يعني بتلاقي الناس ماشيه في الشوارع بيخبطوا العربيات بعض، مش عارفه، ما بس فعلا انا مصدقه ان ممكن يبقى ان هم يحافظوا عليها بره، عارفين قيمتها جامد جدا، احنا ما بنعرفش قيمه الحاجات بتاعتنا. طب قولي لي انت لما بتروحي مثلا برلين او متحف اللوفر في فرنسا او متروبوليتن في نيويورك مثلا، وتدخلي وتشوفي تمثال فرعوني او اثر فرعوني كبير، بتزعلي بتتضايقي ولا بتتبسطي وان هي متصانه وان الناس الاجانب بيشوفوها وبيتعرفوا على تاريخنا؟ لا بنبسط ان الناس بتشوف تاريخنا وثقافتنا وكده. لا مش ما بتتضايقيش؟ لا بقلنا، لا يعني ممكن يبقى فيها جزء يضايق ان هي مش عندنا وكده، بس فيها جزء تاني ظريف ان على الاقل الناس بتروح وبتقيمها وبتشوفها صح وكده. طيب تعالي نشوف الخبر التاني. اوكي. الخبر بيقول ان في فيديو على الانترنت بيقول انفجار بطارية هاتف ايفون داخل فم صيني يحاول عضها لمعرفة جودتها. خلف عقليا ده ولا ايه؟ يعني قريتي الخبر ده ولا شفتيه؟ لا بصراحه. في ناس معتقده ان هم لما بيعضوا البطاريه بتاعت الايفون يشوفوا ان هي اصليه او لا. فعلا؟ لا خبر غريب يعني وهي انفجرت؟ انفجرت. مش عارفه، لا خبر غريب بالنسبه لي، يعني مش متخيله ان حد اصلا يحط بطاريه في بقه، ده اولا، وكمان مش متخيله ان هي تنفجر يعني. طب انت بقى، في ناس هنا في مصر بيعضوا البطاريات علشان عمرها يطول. لا والله. سمعتي عن الموضوع ده؟ لا برضو الموضوع عض البطاريات ده لا خالص. طيب تعالي نشوف التقرير الجاي. اوكي. تقول الأسطورة إن في حاخام يهودي مغربي اسمه يعقوب أبو حصيرة. يعقوب ده نزل من المغرب على فلسطين عشان يزور الأماكن المقدسة، وفي عرض البحر غرقت المركب
فافترش يعقوب حصيرة وعام بيها لغاية ما وصل الإسكندرية ومنها للبحيرة قرية ديميتيو بالذات. الراجل استقر هناك وبقاله كرامات، ولما مات عملوه ولي وعملوا له ضريح. وتمر السنين ويهود مصر يمشوا منها بعد 56، بس بعد معاهدة السلام اللي أبرمها السادات مع إسرائيل أصبح في زيارات دورية من مجموعة من اليهود والإسرائيليين للقرية في ذكرى مولد أبي حصيرة بعد ثورة 25 يناير، وتحديداً في سنة 2015 بعد دعاوي قضائية كتيرة ومطالبات بإلغاء المولد، حكمت المحكمة الإدارية العليا في اسكندرية بإلغاء إقامة المولد، وده لأن الزوار بيقوموا بارتكاب أفعال لا أخلاقية أثناء الاحتفال بيه. كان دايماً أيام مبارك، في ناس من الناصريين والقوميين والإسلاميين بيقولوا إلغوا المولد ده، وناس صوتهم خافت بيقولوا لأ، من حق اليهود يحتفلوا برمز ديني ليهم. وأبو حصيرة في الآخر جزء من تاريخ مصر، وخناقتنا ومشكلتنا مع الصهاينة مش مع اليهود. أهالي القرية منقسمين، منهم ناس كانوا بيشوفوا في المولد مورد رزق، ووجود الضريح ده معناه إنه مقصد سياحي، وفي ناس تانية بسبب حسهم القومي وعداوتهم لإسرائيل رافضين الاحتفالات دي، خاصة بعد حالة من الغضب في دمنهور بسبب زيارات متكررة للإسرائيليين لضريح أبو حصيرة. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل أبو حصيرة حق لليهود وللسياح؟ هل المولد والاحتفال برمز ديني يهودي بعد معاهدة سلام شيء لا ضرر منه؟ ولا الممارسات الصهيونية اللا إنسانية تحتم علينا معاقبة اليهود وإسرائيل وإغلاق الضريح ووقف المولد ومنع التطبيع السياحي، رغم أن مصر بيجيها سياح إسرائيليين؟ ده موضوع كبير قوي. انتي مع ام ضد الاحتفال بحاجه زي كده؟ يعني الضريح ده بيقولوا مخصوص وبيزوروه مخصوص. مين اللي بيقولوا مخصوص؟ اليهود. اوكي، انا ضد ان احنا ندخل السياسه في الدين مبدئيا. يعني احنا لو عندنا اختلاف مع الاسرائيليين او كده، ما لهمش علاقه ان هم دينهم يهود، اليهود ما لهمش علاقه. يعني فاهمه قصدي ايه؟ يعني مش زي ما هو قال ان الصهاينه مختلفين عن اليهود، مش هم اليهود. فانا ضد دخول السياسه في الدين بصراحه. فمن حقهم يجوا يعني يتعبدوا بطريقتهم او يزوروا الحاجه دي بطريقتهم، يعني فاهمه قصدي. طب انت بتعارضي ايه في اليهود بالظبط؟ ايه اللي انت ضده برضو في اليهود؟ آه. لا، انا موضوع الاديان ده ما بعارضش حد خالص في الاديان. انا شايفه ان الدين لله، يعني كل واحد بيفهم اكتر في دينه ومعتقده ومصدق فيه وكده. فانا ما عنديش اعتراض على حاجه بالنسبه لليهود. يعني مالكيش دعوه بالديانات؟ كل لا واحد لا دي ماليش دعوه بالديانات خالص. احتفال زي ده في اسرائيليين كتير بيجوا، ما هو انا برضو بيعملوا مظاهر احتفاليه أنا بتكون مختلفه طبعا عن مجتمعنا. انا برضو عايزه اقول لك على حاجه، انا برضو ضد التعميم، فكره ان الاسرائيليين كلهم يبقوا ناخدين موقف منهم لان سياستهم وحشه. يعني انا برضو ضد دوت. ففي ناس ممكن تبقى ناس حظها ان هي طلعت اسرائيليه كده وبتيجي تعمل تتعبد وكده، بس هم ما لهمش اي علاقه بالسياسه ولا طرف فيها، يعني فاهم. يعني نقدر نقول ان ريهام عبد الغفور مع احتفال بمولد ابي حصيره؟ يعني مش ضده، يعني فاهمه قصدي، يعني مش ضده. طيب تعالي نشوف الخبر الجاي. اوكي. في نائبه برلمانيه اسمها عبلة الهواري اتقدمت بمقترح وقالت حبس الزوج 6 أشهر في حاله عدم اختيار زوجته الاولى بزواجه من اخرى وتغريم المأذون. ايه رايك في الخبر؟ حلو ده، خبر حلو بقى. مقترح كويس، يعجبك ده؟ يعجبني بجد. علشان ليه الكذب ولف ودوران؟ انا خليه اونست ويواجه، وهي عليها ان تقبل او ترفض. بس طب افرضي ممكن زوج عايز يتجوز بس مش عايز يجرح مراته الاولانيه؟ لا، بس هو لما يخبي عليها ويكذب هيكون بيجرحها اكتر. يواجهها وهي يبقى ليها حريه الاختيار انها تقبل او ترفض. يعني هو ممكن يبقى من حقه ان هو يتجوز 4، بس هي كمان يكون من حقها تقبل انها تبقى واحده فيهم او لا. طب يمكن يكون هو مش سعيد معاها بس مش عايز يجرحها عشان مثلا الاولاد اللي بينهم، فمحافظ على بيته بس في نفس الوقت محتاج لزوجة أخرى، أو بيدور على سعادته، وخصوصاً أن الشرع بيحلله ده. لا، أنا برضو برجع وأقولك أنا مش ضد أنه هو يتجوز. في حالات بتستدعي دوت، بس هي توافق، هي من حقها توافق أو ترفض. يعني أنت مع أن لازم يخطر الزوجة الأولى؟ لو هيتجوز واحدة ثانية. لكن من وراها لا، من وراها لا. طب أنت لو اكتشفتي أن جوزك متجوز عليكي؟ تخيلي وانتي دلوقتي مثلا مش في بالك خالص، واكتشفتي بان هو متجوز عليكي واحده في السر،
رد فعلك هيبقى اكيد هتجرح جدا. بس على حسب السيتويشن، يعني لو انا مثلا بقالي فتره في مشاكل وعامله، يعني هبص انا جرحته للدرجه دي مثلا ان هو حب يلاقي حد تاني يساعده، وصلته لكده ازاي، هفكر في الموضوع. يعني انا زمان وانا صغيره كان الموضوع عندي تابو قوي، اللي خان مرفوض اللي مش عارفه ايه. مع السن ومع الخبرات الانسانيه اللي الواحد شافها وبتاع، بقيت ما بعممش الامور حتى على نفس الشخص، فاهمه؟ يعني كل حاجه ليها السيتويشن بتاعها. يعني دلوقتي تسامحي في الخيانه يا ريهام؟ انا اسامح فيها لو فكرت ولقيت نفسي جرحته او ضغطت عليه او عملت اي حاجه اتسببت في ان هو يبقى عايز حد يديله احتواء. ما هو بكلمك لو انا طول النهار، انا بكلمك على مش انا بس، يعني بكلم ان جنرال، لو واحده طول النهار بتدي طاقه رفض او طاقه كره او طاقه عدم محبه او اي حاجه، وهو مستحمل وحاول وكذا وكذا، وفي الاخر هي لسه برضو مش طايقه، خلاص ما هو اكيد هو هيروح يدور على حد يبقى طايقه. ده حاجه شعور يعني انساني. يعني انت بتعذري اكيد ان في سبب أكيد. او في عذر ما بيدفع الراجل للخيانه او لزواج بواحده اخرى. كل كيس ليها ظروفها، ما اقدرش يعني اعممها. انت لو لقيتيه متجوز عليك هتقبلي حالا دلوقتي؟ هخرب بيته بس دلوقتي حالا عشان ما فيش سبب. طب هتخربي بيته بس هتوافقي بعد كده؟ هتقبلي؟ وخصوصا لو في اولاد بينكم؟ في اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي ما افتكرش ان انا هقبل، لان انا اصلا يعني بغير وكده، فما افتكرش ان انا هقدر. يعني ما قدرتي كانسانه مش هتتحمل فكره ان انا جوزي بيروح لواحده تانية وهكذا، بالذات ان انا حالا دلوقتي مش حاسه ان في سبب لده. اوكي. لكن لو انت حاسه ان في اسباب، او لو حاسه ان انت مقصره في حاجات معينه، هتقبلي او هتعذريه؟ يعني اعتقد ان انا اصبحت زمان لا، لان طلقت قبل كده يمكن كان بسبب حاجه زي كده، وساعتها كان الموضوع بالنسبه لي مرفوض نهائي واستحاله ومش عارفه ايه. بعد ما عدى ايام وسنين بقيت ابص، بس انا برضو كان عليا مسؤوليه لدوت، وانا برضو عملت ايه، وانا برضو ممكن اكون بطلت احبه او بطلت اعمله كويس. دفعت، يعني انا دايما بقعد افكر وراجع نفسي وراجع حساباتي، فبلاقي ان انا لو مقصره يبقى بدي اكسكيوز شويه. طب انت مش شايفه ان انت دلوقتي اديتي له رخصه على الهوا ان هو ممكن يروح يتجوز عليكي او يروح اصل انا هتبرري له وتدي له اعذار؟ لا، ما هو انا مصدقه ان انا لغايه دلوقتي ما عندوش عذر، فاهمه؟ يعني انت مع ان لازم يكون في عذر لو اتوجد العذر؟ انا مع ان كلنا بنغلط وفي ضعف انساني، وكل واحد على حسب الضغط اللي تعرض له ووصله لايه، فمش كل الحاجات زي بعضها. لكن ضد دلوقتي في السن ده ان انا اللي هو الراجل خان فهو خاين فلازم نسيبه، لا. يعني طب خان ليه؟ ايه اللي حصل؟ أسباب. انا جرحته وانا عملته كده. يكون في اسباب. طيب تعالي نشوف الخبر اللي بعد كده. أوكي. شاهد اول محجبه باعلان لوريال تستقيل بسبب تغريده ضد اسرائيل. يعني ايه؟ صاي الموديل دي طلعت تغريده ان هي ضد اسرائيل. هي كانت الموديل بتاعت لوريال. اوكي. ضغطوا عليها ان هم اللي ضغطوا عليها انها تستقيل، يعني فاستقالت. هل شايفه ان اي حد ما عندوش حريه ان هو يقول اي حاجه او يقول رايه، او خصوصا ضد اسرائيل؟ في ناس بتنتقد اسرائيل وبتتكلم في الديانات وبتتكلم في السياسات وفي كل حاجه، بس بتيجي عند اسرائيل بالذات كانها خط احمر. ما ينفعش اي حد ينتقد لا الديانه ولا السياسه ولا اي حاجه. أكيد ضد دوت، يعني ضد دوت. هي من حقها تعبر عن رأيها، وأنا مع برضو ده حاجة حصلت لي مع السن أو مع الخبرات الإنسانية. أنا كنت في الأول برضو حافظة مش فاهمة، بحاولش أدي أي حاجة، يعني بخاف أقول رأيي. دلوقتي لا، وده على حسب الخبرات، فأنا على حسب السن بالظبط، على حسب المرحلة اللي أنت فيها بالظبط. فابتديت أحب أقول رأيي. كان زمان بخاف أقول رأيي، دلوقتي بقيت بحب أقول رأيي، فبقيت كمان بحترم آراء الناس حتى لو مختلفين معايا. فهي مختلفة مع السياسة أو مع أي حاجة، هي قالت رأيها. انا ضد طبعا ان هم يضغطوا عليها انها تستقيل، لان ده انفير. طب انت كممثله حابه ان يحصل مثلا تطبيع في الفن مع اسرائيل بالذات؟ بصي انا برضو لان انا ما بفهمش في السياسه حقيقي، مش بدعي ده، ما بفهمش خالص في السياسه، ف بسمع الادلال التطبيع وكذا وكذا، بس انا مش فاهمه في الموضوع. بس لو فكر، لو على قد فهم، يعني ان لو في مثلا ممثل اسرائيلي جامد جدا ومش مش مش هقاطع الفيلم او مش هتفرج على الفيلم او هبقى اجانس ان هم جابوه، لا. يعني لان برضو ارجع واقول لك ان احنا بنتكلم على افراد
مش على السياسة، مش كل الإسرائيليين ليهم علاقة بالسياسة، فاهم قصدي؟ طيب تعالي بقى احنا ناخد بريك من الأخبار ونطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا، استنونا. رجعنا لكم مرة تانية، فقرة أنا وأنا بنتكلم فيها بقى عن ريهام، عيلتها، أولادها، زوجها، صحابك. ريهام نفسها، لو قلت ريهام نفسها والأنا بتاعتها، أنت اشتغلتي في الفن كان عندك كم سنة؟ 19. يعني بقالك شوية. في خبرات كتير. طبعاً لا. لو قلت ريهام عبد الغفور إمتى طلع لها مخالب؟ هو حكاية نسبية، يعني هو ما عنديش مخالب لسه قوي، بس أنا كنت مبتدية الشغلانة دي، يعني مش يعني كتكوتة قوي كده، وبتكسر بسرعة قوي، بتكسف قوي، ومع الإحباطات اللي حصلت لي في الشغل ومع الحاجات اللي ما مشيتش زي ما أنا كنت عايزاها أو زي ما أنا كنت متخيلها، نشفت شوية لغاية لما جه يوم إبني. يعني إيه ما مشيتش زي ما أنت عايزة؟ يعني تعملي فيلم مثلا تتخيلي إن هو هيعمل لك حاجة كبيرة أو ما يعملش، تبي داخلة بفاشن معين في شو في مسلسل مثلا متخيلة إنه هيعمل نقلة ما تلاقيهوش عمل، فتبي داخلة حاجة فعلا وبعد كده بعد ما تمضيها مثلا يمشوكي منها. تعرضت لحاجات في حياتي ما كانتش، كنت أنا دلوعة وقاعدة في بيت أبويا وأمي وكده، فالموضوع كان سهل. لما نزلت بقى أرض الواقع والشغل والحاجات دي واجهت حاجات كتير ما كنتش كشخصية عارف ان انا استحملها، لان انا بتكسر كنت بسرعة جدا. وفضلت يعني اتعلم واقاوم وهكذا لغاية بقولك ابني جي في يوم الايام، ابني دلوقتي عنده 16 سنة، من حوالي 3-4 سنين كده كان ابتدى يكبر كده شايف، فقاعدين من التامنة سوري بنعمل conversation كده مع بعض، ما قالي انت عارفة يا مامي انت مشكلتك انك بتسيبي الناس تدوس عليكي. الكلمة دي جرحتني قوي، فكرت كده إذا كان ابني شايف إن أنا مهزأة وسايبة الناس تدوس عليا، لا ده أنا لازم أنا بقى أعمل وقفة. مهزأة؟ لا ما هو ولا لما بسيب طيبة يعني، ما هو طيبة أو بتتنازلي عن حقك. أصل بس ما هو لما ابني بقى شايف إن الناس بتدوس عليا، وهو كان بيقولها كده يعني بالطريقة جرحتك، زعلان يعني إن أنا كده يعني ضعيفة، أثرت. خليني أقول ضعيفة قوي للدرجة دي، مش لازم مهزأة بس ضعيفة. كانت هنا ليا واقفة مع نفسي، قلت إيه ده، هو أنا ليه كده فعلا، هو أنا ليه بسيب الناس تدوس عليا، هو أنا كنت مثلا أبقى زعلانة منك خاف أقول لك إن أنا زعلانة منك عشان خايفة تزعلي مني إني زعلانة منك. فأما دلوقتي لأ، بتعامل مع كل واحد على قد ما هو بيتعامل معايا إزاي. أنت كويسة معايا أنا هبقى كويسة جدا مع كل الناس، أنتل حد فيهم هيضايقني مش هقول لك إني هضايقه، لكن هاخد موقف، ما بقيتش أسيب الناس تدوس عليا. إمتى حسيتي إن أنت اتكسرتي فعلا جامد قوي وإن حد هانك وداس عليكي زي ما أنت ما قلتي أو زي ما ابنك قال لك إن أنت ممكن تسمحي للناس إنهم يدوسوا عليكي؟ ما هي برضو فيزز في حياتي، يعني انا عشان انا اتجوزت صغيره قوي واتطلقت صغيره قوي في الاول، فكان بالنسبه لي شايفه ان دي الحاجه اللي داست عليا واهنتني. يمكن الكلام ده من 11 سنه، دلوقتي مش شايفاه كده، وشايفه برضو زي ما بقول لك اديت افكار وان انا يمكن عملت فيه وبتاع وابتديت اتصالح نفسيا مع السيتويشن كله، بس في الوقت ده كنت حاسه كده. كان بيعاملك وحش؟ لا ما كانش بيعاملني وحش. لا هو ولا انت نقدر نقول ان متجوزين صغيرين وبتاع، اختيارك هو اللي كان غلط؟ لا لا مش اختيار غلط حتى، هو بس احنا الاثنين كنا صغيرين فالمسؤوليه كانت كبيره علينا وبتاع، وبعدين هو مثلا خني، انا كان استيعابي للموقف ساعتها اللي هو تابوه ما اعرفش ايه، ما اديتوش فرصه تانية. وده مش زعلان على كده، لان هو فعلا هو يعني علاقتي بيه كويسه جدا، بس انا الحمد لله اتجوزت حد دلوقتي يمكن اقرب لي في الكاركتر، يعني في الطباع، في الشخصيه، في المبادئ، في الثقافه، فبقى فربنا ما بيعملش حاجه وحشه يعني. لكن ما عنديش اي ضغينه تجاه الموضوع ولا تجاه الطلاق ولا بقيت شايفه ان ده كسرني قوي، لا كانت فيز في حياتي. فهي كلها فيز، في وقت من الاوقات ممكن ابقى داخله شغل مثلا مهم جدا وبتاع يروح مني، في الوقت ده بتكسر وبحس ان هو ده اللي كسرني، بس لما بيعدي وبيجي شغل تاني وربنا بيوفق خلاص. طب يعني ايه اللي اتغير في شخصيه ريهام بوضوح؟ يعني كنتي كده بقيتي كده؟ هقول لك بقى اللي اتغير، ان انا كنت برضه ارجع، لان انا متربيه في بيت مامتي كانت تخوفني قوي، خلي بالك كده، فكنت طالعه بخاف قوي، بخاف اقول رايي، بخاف الناس تزعل، بخاف الناس تزعل تو ماتش بقى يعني. كنت مقضيه حياتي خايفه من اراء الناس حتى اللي ما يهمنيش. اللي اتغيرت فيه اني بقيت
كونفيدنت اكتر في شخصيتي. بقيت شايفه ان انا مش محتاجه طول الوقت اشرح نفسي للناس او يعني ابرر لهم تصرفاتي. لا انا بقيت واثقه ان انا راضيه عن شخصيتي، راضيه عن تصرفاتي، وفي ناس هيعجبها ده وفي ناس هتبقى مش عاجبها تصرفاتي اللي انا راضي عنها، مش هيبقوا فارقين معايا زي الاول. نقدر نقول ان خوف او الخوف اللي كان جوه ريهام عبد الغفور او الشخصيه اللي هي الطيبه الضعيفه المستسلمه، هل ده بسبب ضغط الام وصرامه الام في البيت، ولا راجع لايه بالظبط؟ جزء كبير طبعا، جزء كبير صرامه امي. امي هي على فكره علاقتي بيها حلوه جدا وكل حاجه، بس هي كونسرفاتيف قوي قوي قوي، متحفزه جدا وحساسه جدا. فطول الوقت انا شايله هم زعلها على حاجات ممكن تبقى عاديه او ممكن تبقى في الشغل او فاهمه ازاي، وهي مطلعه يعني دايما بتخوفني قوي انها هتزعل هتزعل، وانا ما بحبهاش تزعل. فده طبعا كان ليه تاثير كبير عليا. طب وقت المراهقه بقى وهي بتربيكي، كان في صدام كبير بينكو ممكن يوصل لإيه؟ لا يعني الحمد لله علاقتي بأهلي عمرها ما كان فيها صدام، لأن أنا برضو يعني الحمد لله طيع يعني بطيع أهلي وبتاع، وحتى لو مختلفة مع أمي بحاول أوصل لها وجهة نظري بقدر المستطاع. ساعات كتير ما بتوفقش، بس في الآخر بالظبط بيحصل صدام لو ما توفقتيش أو هي رفضت. لا بيحصل صدام عادي، بس عمري ما تجاوزت يعني لا يعني انا لغايه النهارده بخاف من امي وبخاف على راي امي وبخاف على زعلها وبخاف من رد فعلها جدا يعني. فلا الحمد لله ما اعتقدش ان انا عملت كده. ده خلى العلاقه بينك وبين ابنك تبقى العكس؟ طبعا علاقتي بامي مختلفه كومبليتلي عن علاقتي بابني. الاثنين فيهم حب وفيهم احترام وكل الحاجات، بس انا مصاحبه ابني اكتر يعني. انا ما بخوفش ابني خالص، بديله حريه تامه يعمل اي حاجه وبقبله ايا كان اختياراته دي عجباني على هوايه ولا لا. مش ببقى بالعكس بعمله سبورت لاي قرار بيعمله حتى لو مش رايي الشخصي. مامتي لا، مامتي اكتر هي بتخاف عليا، بتخاف على كلام الناس، بتخاف من اراء الناس، بتخاف صحابها يكلموها يقولوا لا ليه عملت كده او ما عملتش كده. فمش يعني حساسه اكتر من يمكن انا بقيت. لا لو انت عايز تعمل كده وانت مقتنع بده اعمله وتحمل نتيجته، فاهم؟ الخوف ده ربالك نوع من العقده بقيتي حطها قدام عينيكي ان انا مش عايزه اعمل ده، مش عايزه اكرر اللي ماما كانت بتعمله معايا؟ برضو امي يعني ربتني كويس وعملت معايا حاجات كويسه جدا، فمش هي مش العقده، هي بالعكس يعني. لكن عارفه هي دايما امي نفسها تقول كل واحد بيبقى عنده عقده سلبيه عقده ايجابيه. اللي هي ايه بقى؟ ان هو ده مثلا حاجه مش عاجباني في طريقتها معايا مثلا، هي بتخاف، بخاف دايما بخاف انها تزعل ما تكلمنيش مش عارفه ايه، في تهديد كده. انا ما بعملش ده مع ابني، هو مش بيحس بالتهديد، هو بيحس بالحريه المطلقه انه يعمل اي حاجه باختياره طالما انا مدياله الثقه وانا فاهمه برضو اخره يعني، فاهمه؟ نقدر نقول يمكن عشان الولد ليه طبيعة مختلفة غير البنت، طبيعة يعني تربية البنت غير تربية الولد. لو انت عندك بنت ممكن تكوني تقفلي عليها شوية زي مامتك، فالخوف على البنت أكتر من الولد. لا الولد كمان خوف عليه جامد جدا يعني، الاثنين متخافي عليهم، فاهمة؟ لا ما افتكر أنا يعني لو خلفت بنت افتكرش أنا خلفت تاني يعني، بس يعني لو كنت خلفت بنت هتبقي نفس التربية زي الولد، مديها كل حرية. الحرية طالما انا مربياها واثقه فيها يعني، هديها شويه ثقه، فاهم قصدي؟ يعني هديها ثقه ان انا هديها الاحساس بان انا واثقه فيها وانت حره واختاري وانا هسابورت اختياراتك دي. من الام للاب، عايزه اوريلك بقى شهاده والدك فيكي. اوكي يلا. ريهام بالنسبه لي حياه وتاريخ ومشاعر واحاسيس وزماله في العمل وافكار متضاربه احيانا ومتوافقه احيانا، لكن الاولاد نمره واحد ويمكن اثنين وثلاثه واربعه وخمسه في حياتها، وبعدين الشغل برضو بياخد نفس الدرجات دي، وبعدين نيجي احنا بقى تبان انها هاديه جدا من ملامحها الرقيقة وهكذا، لكن جواها بركان يعني بيثور
طبعا بيثور في 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 مناسبات وفي اوضاع معينه وفي تصرفات معينه. فيمكن يعني في ناس ما يعرفوش قوي الجزء ده في رهام، وانا بنصحهم ان هم ياخدوا بالهم. اتقي شر الحليم. لما رهام افصحت عن رغبتها كانت في منتصف الطريق، كانت في منتصف الدراسة في كلية التجارة القسم الإنجليزي في جامعة القاهرة. فأنا يعني وقفت وقفة قدامها، لأن كنت مشفق عليها إنها ممكن ما تنجحش في الناحيتين لو هي اشتغلت، وأصريت بإنها لازم تكمل دراستها. هو ده الموقف الوحيد اللي أنا وقفته مع رهام، لكن غير كده يعني أنا كل سعادة بإن حترك بصمة واضحة، يعني هي اللي هتخلد ذكرايا في طريقها الفني السليم جدا. يعني لما تقدمت لأول مرة في كاست للمخرج محمد فاضل من ضمن 250 فتاة لدور شيرين في مسلسل العائلة والناس، راحت وقدمت نفسها ومن غير ما تقول لمحمد فاضل أنا بنت أشرف عبد الغفور. فهي شافت أبوها بيتعامل مع السكريبت ده إزاي، بيدرسه إزاي، بيروح شغله ازاي، وبيحافظ على مواعيده ازاي، وما مدى الالتزام اللي لازم كلنا نعمله. هي في هذه السنوات يعني اختزنت ده، فلما دخلت في هذا المجال انا حقيقة ما لقيتش قدامي فرصة بان انا اوجهها. هي من البداية حطت رجلها صح وفكرت صح، وأنا سعيد جدا يعني بأنها ريحتني من متابعتها الدقيقة، لأن أنا طبعا كنت مرعوب أول ما دخلت هذا المجال. يعني إذا كان بعد المشوار اللي أنا عملته في أي إمضة أو أي بصمة هتبقى هي رهام حبيبي. يا لهوي المصحف عيط كده. لا أصل أبويا أب غير عادي، ده أب غير عادي. الشخص اللي عمره ما خذلني في حياتي هو أبويا، عمره ما خذلني في حياتي، دايما في ظهري، دايما واقف جنبي. يعني أنا أحكي لك قصة. مثلا كنت في الجوازة الأولانية، كنت صغيرة، عملت حادثة فظيعة. عارفة لما الواحد بيفوق لحظة كده قبل ما أغمى عليا، فأنا اكتشفت إن أنا كلمت أبويا مع إني كنت متجوزة، فاهم؟ هو دايما السند، هو دايما الظهر، هو دايما الأمان بالنسبة لي، هو دايما السبورت. وانا عمري ما اختلفت معاه على فكره خالص. هو ليبرالي في حياتك، هو يعني دايما الناس شايفه ان الاب هو اللي بيكون الصرامه، لكن العكس عندك. ابويا بيقبلني، هي دي الفكره. هو ابويا قابلني بعيوبي، قابلني باختياراتي، بيعمل لي سبورت، كل السبورت، الجوازه الاولانيه او الجوازه الثانيه، بيدعمك على كل المستويات دائما وابدا في ظهري. يعني دايما يعني هو يمكن انا بعامل ابني زي ما هو بيعاملني، اللي هو بيديني سبورت وبيوافق على اختياراتي حتى لو مش عاجباه، بيديني النصيحه وبيقول لي كل الحاجات. كان مرعوب من ايه حرية. مرعوب من ايه لما دخلتي الوسط الفني؟ لا هو مبدئيا زي ما هو قال حكايه بس والتوقيت الدراسه وكده، هو بقى عارفني انا شخصيه زي امي بقى في الحته دي، بتكسر بسرعه، بتوتر بسرعه، ما اقدرش اتحمل اعباء المهنه. فهو كان عارف اعباء المهنه، فكان مشفق عليا انا كبني ادمه من الحاجات دي، لكن ما اختلفناش ابدا. يعني حتى على فكره برضه عايز اقول لك على حاجه، في وقت من الاوقات لما كان هو نقيب، ده الوقت الوحيد اللي انا كنت مختلفه مع ابويا فيه، علشان في قرارات كان بيضطر ياخدها في النقابه غصب عنه كانت ضد مبادئي او ضد رايي او ضد رغبتي. يعني في موقف بالفعل حصل، يعني ما كانش مع حد معين، يعني زميله معينه، ان هي كان مضطر يوافق، ان يعني لان هي لايحات وحاجات، ان هو يعني يوقفها عن العمل. انا ده كان كنت بتتكلمي على دينا الشربيني ساعتها. ده الموقف اللي انا كنت مختلفه مع ابويا، عمري ما واقفه ضده. كنت مش واقفه ضده، بس انا عمري ما واقفه ضد ابويا، بس كنت مش مبسوطه. يعني بقول له لا خلاص سيب النقابه خالص، بس ما تاخدش موقف ضد يعني ده. لا يعني قلت له بلاش، قلت له بس هو
عنده احساس بالمسؤوليه طبعا. فهو كان في وسط الموضوع وهو الموضوع مش بكيفه هو، لو كان الموضوع اختياره او بتاع كان ممكن يبقى عنده موقف مختلف، لكن كان في لايحات بقى وناس كتير فكده. بس ده يمكن المره الوحيده اللي اختلفت في حاجه، انما انا عمري ما اختلفت مع ابويا ابدا، ودايما اللي هو بيعمله ببقى شايفه ان هو دايما عنده يمكن النتيجه ما بتبقاش زي ما هو عايزها، بس دايما القصد خير والنيه خير وعامل كل المجهود. ناس انا ممكن اخلص الحلقه على ابويا، انا بموت فيه. ربنا يخليه لك. الله يخليه. قال اتقي شر الحليم اذا غضب. امتى غضبت ريهام عبد الغفور او بكيتي ورحتي له، وامتى البركان بقى؟ لانه بيقول ان انت جواكي بيبقى بركان بيظهر في الظروف او في الازمات او في المواقف. بصي انا ببان هاديه قوي وانا مش يعني، بس انا عصبيتي او لما بفضل استحمل 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 لحظه معينه خلاص بتعصب بقى جدا تنهاري. مش لازم انهيار عياط وكده، ممكن ابقى متعصبه بقى انجري يعني، مش ساد ابقى انجري ابقى امتى حصل عصبية. امتى حصل ورحتي قلتي له او اشتكيتي له من كتر قمه الغضب اللي انت وصلت لها؟ عاده اول مره برضو هرجع واقول لك في جوازه الاولانيه لما كنت صغيره، ودي كان اول موقف في حياتي اتصدم فيه او اشوف حاجه مش متخيلاها وبتاع، كنت صغيره جدا في الوقت ده. فكان عندي غضب من اهلي ان هم كانوا بيدافعوا. دلوقتي فاهمه طبعا، بس ساعتها كان عندي غضب اللي هو انتوا ليه بتدافعوا عنه، انتوا ليه مش واخدين صفي، مش عارفه ايه. بس هم اهلي حتى لغايه دلوقتي لما بختلف مثلا مع جوزي او اي حاجه، ده طبيعي يعني، كلنا بنتخانق اوقات. يعني انت لما اكتشفتي موضوع الخيانه هم كانوا بيدافعوا عنه في الخيانه؟ مامتي اكشلي ما كانتش بتدافع، كانت الاول مش بتدافع، وبعدين لما حصل الانفصال وكده امي لان عندها عقده ان هي كان عندها جوز ام بيضايقها وكده، فكانت عندها فوبيا ان يجي لابني جوز ام، فكانت فقررت ان انا ارجع له. ده كان الموقف الكبير اللي انا غضبت من اهلي فيه، ان هم اصروا ان انا ارجع لطليقي مع اني انا كنت بعت وكنت ما بقتش عايزه ارجع، فاصروا جدا عشان خاطر ابني وكده اهوت، ورجعت بس رجعت تحت ضغط، فكانت النتيجة إن ما بقتش عارفة أتعامل وما بقتش حابة. فأنا طلقت مرتين، ومرتين بسبب الخيانة على فكرة. الاثنين بسبب الخيانة؟ بس أول مرة اتجرحت. نفس الشخص؟ نفس الشخص. يعني هو كل مرة يخونك وترجع؟ هي مرة وبعدين رجعت له وبعد كده خلاص بقى. بس المرة الأولانية كان الموضوع صادم بالنسبة لي، لأن أنا كنت في عز قصة الحب وكنت لسه مصدقة وكل الحاجات. لما انفصلنا وكده وكنت بعدت خلاص عن الموضوع، فكنت خلاص حاسة أن أنا مش قادرة أكمل، ما عنديش الطاقة دي. وبعدين رجعنا تحت ضغط من أهلي بقى أن أنا أرجع وكده، وتحت إصرار منه برضو مش عشان يعني. عشان خاطر ابني قلت أدي الفرصة دي، أديت الفرصة دي. بس أنا بقى بقولك هنا من موقعي هذا، المرة التانية مش زعلانة أبدا منه، لأن في المرة التانية كنت أنا اتغيرت، ما بقتش عارفة دي طاقة الحب أو بتاع. فهنا فهمت إن لا، مش كل مرة زي التانية، في مرة تجرح لأن أنا كنت مش مقصرة، بس في مرة تانية ما تجرحتش دلوقتي لأن أنا عارفة إن أنا كنت مقصرة. طيب تعالي نشوف الفيديو ده. أوكي. يلا بينا. يعني يمكن يكون بيغير بس مش بيبين قوي، هو مبدئيا نصه ألماني نصه مصري، فعنده يعني هادي شوية، مش بيبين قوي، مش بيعرف يبين من مشاعره. يعني يمكن كانت دي في البداية خالص كانت المشكلة اللي عندي معاه، ان انا عارفة انه بيحبني بس هو مش بيقول كتير، مش بيبين كتير. ده بيضايقك؟ الاول كان بيضايقني، اما كنت بقى لسه في الاول عايز اسمع كتير، بس خلاص فهمتي انه لاني فهمته كويس وخلاص فهمته. لسه بتتضايقي بقى من ان هو ما بيعبرش عن مشاعره؟ تخيلي بقى، لسه كنت على لك على الموضوع ده. انا بقولها ساعتها انا كنت بتضايق في الاول، ما بقتش اتضايق. دلوقتي بقيت بتضايق اكتر، لان كل شويه انا ما بكبر ببقى عايزه حد يقول لي حاجات اكتر. يعني وانا كل ما الواحد يكبر بيبقى عايز يتدلع اكتر، يطمن ان هو لسه فيه الرمق، يطمن ان هو لسه شكله كويس، فاهمه قصدي؟ فدلوقتي بتضايق اكتر. طب بصي للكاميرا وقولي له رساله معينه اطلبيها منه على الهواء. هتقولي له ايه؟ كاميرا. الكاميرا بتاعتي. هقول له يعني انا طلباتي محدوده. الا وهي التعبير، وكل ما واقول له برضو ان انا كل ما بكبر كل ما بحتاج اكتر اتنشن، واحتاج اكتر اهتمام، واحتاج اكتر. فهو هو انا عارفه كويس قوي، ما عنديش شك في حبه واخلاصه وكل الحاجات، بس محتاجه شويه تركيز، يعني بقى اكسبرسيف اكتر، يعني محتاجه يركز معاكي اكتر. محتاجه يعبر بقى. طيب تعالي نشوف الفيديو التاني بقى عن جوزك. اوكي يلا. ممكن تكوني ست امينه في البيت قدام السيد،
بس بشكل عصري يعني ان هو كلمته هي الكلمة العليا، وان انا اعمل له ما عنديش مانع يعني امسع جزمته، بس في نفس الوقت يعني هكلمه اقول له ممكن اخرج او عايز اخرج، بس مش بالخوف مش ده. بالخوف ده اكتر، بحب باحترام بكل حاجه، بس مش بالخوف قوي اللي كانت امينه فيه ده. ممكن تغسلي رجلين جوزك وتعملي طبعا دي حاجات زي السيد وكده؟ ممكن دي ما عنديش مشكله فيه. انا ضد، بس انت قلتي بشكل عصري، انا ممكن اعمل بس بشكل عصري. ايه الشكل العصري؟ لا يعني مش اللي هو بالاذلال دوت وش اللي هو بعمله عشان انا خايفه، ودي حاجه برضو هكلمك عليها جت في بالي دلوقتي، ان انا موضوع الخوف ده، ان انا مامتي مثلا ما كنت بخاف، انا نفسي عارف حتى علاقتي بربنا. انا مش اللي هو بعمل الحاجات علشان خايفه من جهنم او خايفه من الاخره، انا بعمل حاجات عشان بحب ربنا فمش عايزاه يزعل مني، دي عايزه اعمل لجوزي بس مش عشان خايفه منه، عشان بحبه عايزه اعمل له حاجه ينبسط فيها، بس مش خوفا. انا ما بحبش اخاف من حد وما بحبش احساس الخوف ده بشكل عام. طب هو حط لك محاذير مثلا في شغلك في ادوارك، ولا هو كون ان هو نصه الماني ونصه مصري فهو منفتح وبيتقبل لا اي حد يقدمه؟ دي الخدعه الكبيره، ده مش متفتح خالص. يعني هو طبعا لذيذ وكل الحاجات، بس برضو لا عنده حته شرقي برضو ساعات. طبعا ساعات يقول لك لا ده لا ما تعمليهوش، لا مش في الشغل لا، بس هو عارف مبدئيا كده كده ان انا كده كده عندي مقدره معينه، في حاجات ما بقدرش اعملها. قال لك يعني لا على ايه؟ لا هو ان جنرال طبعا هو عنده مشكله مثلا مشاهد فيها لاف سينز وكده بيكون بيغير يعني، بس هو المشاهد نفسها انا ما بعملش حاجه كده ولا كده فيها، فجايه من عند ربنا ان انا كده كده ما بعملش، انما انا لو انا كنت عندي المقدره ان انا اعمل كان هو يعترض. يعني انت ما بتجيلكيش يعني حاجات انت بترفضيها عشان جوزك؟ لا ما جاتليش حاجات رفضتها عشان جوزي، لا ما جاتش. طب بس هو مش كول ان هو انا مثلا لو انا كنت عندي استعداد اتبس في الفيلم، وخلي بالك انا ما عنديش ثقافه اللي هو السينما النظيفه والسينما مش نظيفه، انا بقول لك هي مقدره بس، فاهمه؟ انا داخل ما عنديش المقدره ان انا اعمل كده، فاهمه؟ لكن انا مش ضدها، لكن انا لو عندي بقى المقدره دي كان هو هيوقف الموضوع ده. طب مع مرور الوقت ريهام ممكن تتجرأ اكتر؟ انت اتجرأتي شوي، ما بقيتيش زي الاول اكيد. ممكن تجرأي اكتر؟ ممكن تغيري تفكيرك؟ ممكن تعملي الحاجات اللي انت كنت رافضه تعمليها؟ في يعني انا بغير من نفسي وبتطور من نفسي، ومع السن ومع الخبره ومع كل الحاجات دي انا بقيت ابص للمواضيع اصلا بشكل مختلف، يعني ما بقتش سطحيه زي الاول، وما بقتش اللي هو ده الحاجات دي، وما بقتش اخاف من كل حاجه كده، لا بقيت احكم عقلي واشوف. لكن في حاجات معينه ممكن مهما اتغير خلاص يعني سقفي كده كمقدره شخصيه مش قادره. زي ايه مثلا؟ ممكن ما ينفعش تلبسي مايو، ما ينفعش بوسه في الفيلم، ما ينفعش مشهد غرامي معين، الحاجات دي لا عندك؟ البوسه بالذات يعني لكن ممكن تلبسي مايو عشان بتقرفي؟ لا بهزر، انا بعرف فعلا بس مش ده الموضوع. لا يعني دي حاجه مش حاسه ان انا عندي المقدره ليها يعني. انا بلبس مايو عشان الحياه على فكره يعني. بتلبسي مايو في الحياه عادي. اوكي في الحياه ما صادفليش ان انا جالي شغل. لو جالك على حسب يعني، ممكن حسب السيتويشن. اصل انا برضه هرجع اقول لك ايه، زمان كنت بقول لا مش نفر علشان ايه، علشان انا هموت والشريط ده يعيش وكذا وكذا. دلوقتي احنا في زمن اليوتيوب، وحتى لو انا ما صورتش خالص صورتها، لو حد وانا بلبس مايو في الحقيقه هيصورني وهتبقى على الانترنت وهتعيش برضه، فاهمه؟ فبطلت افكر بالطريقه دي يعني، بقيت اكتر يعني واضحه مع نفسي اكتر يعني، مش بحب خلاص، ما انا كده وانا يعني الحمد لله مش وحشه يعني. يعني مش مانيش بلبس الحاجات الريفيدنج او سلوتي او يعني كده كده انا بتكسف برضه وبتاع، فبلبس الحاجات العاديه يعني. انت نقدر نقول ان انت مش حابه ان انت تعملي حاجات لمجرد ان انت تخلي الناس تاخد فكره عنك مش فيكي، انت عايزه كده دلوقتي تظهري بشخصيتك الحقيقيه. كده عايزاهم يتقبلوني زي ما انا مش وده حلقه من الحلقات اللي عجبتني قوي كان نيكولا، وده حاجه عجبتني ان هو انا كنت حاسه ان هو بيقول كلامي اللي انا جايه اقوله، فاهمه؟ اللي هو اتغصت ايه يعني كلها، اللي هو ده بالظبط الموضوع اللي احنا نقبل بعض يعني. انا عايزه الناس تقبلني بعيوبي، انا مش ملاك وعندي اخطائي وكل حاجه. ما يحكموش ريهام على لبسها وعلى خروجها، بس احسن لي دلوقتي رايي دلوقتي ان احسن لي يعرفوني زي ما انا، وفي ناس هتحبني
وفي ناس مش هتحبني، مش مشكله قوي بقى الناس مش هتحبني، احسن لي من مش فارق معاكي. اه يعني دي افكاري، دي ارائي، دي شخصيتي، فخلاص يعني ان كنت زمان شغله بالي بان كل الناس لازم تحبني ولازم أشرق. لا خلاص عادي، في ناس ممكن تحبني وناس مش ممكن تحبني، بس الاكيد ان انا عايزه اللي يحبني يبقى بيحبني عشان شخصيتي اللي بجد، مش عشان انا بدعي حاجه. طب الناس اللي رسمت صوره معينه لريهام في فتره ما، مش خايفه ان هم يتصدموا او يغيروا فكرتهم عنك او يرجعوا دلوقتي يقولوا لا ريهام ما بقتش زي ما احنا حبيناها، انت عملتي جمهور وعملتي ارضيه كبيره، ممكن تخسري جزء منه؟ ما انا دلوقتي حاصل لي ده بالظبط، اللي هو الناس حصل لها صدمه كده، مثلا بقيت مثلا لابسه فستان او لابسه مش عارفه شورت او مش عارفة، بس ده برجو ارجع اقول لك انا ما اتغيرتش، انا ده كان ده انا بعمل كده طول الوقت في حياتك، في لكن حياتي. الادوار اللي بتجيلك حطاكي في اطار معين، الادوار ما هو انا ما كانش ينفع كنت ابقى مثلا صعيديه ولابسه فستان مفتوح او لابسه شورت، لكن لما جت طبيعه لما جيت زهقت من كتر ما عملت نفس الدور اللي هي، وبقيت ممله وبقيت حتى مفيش حاجه، قلت لا انا لازم يعني اتمرد على الادوار دي علشان انا كده مش رايحه في اي حته، انا هفضل يعني هبقى يعني مش هتطور خالص ومش هوصل لاي حاجه، لقيت ان انا لازم يبقى عندي اي تميز. فقررت اشتغل على نفسي كممثله، نسيت يعني مش هقول لك نسيت، بس الاول كنت مهووسه بالسينما وعايزه اعمل افلام عايزه اعمل افلام، ف لا قلت مش مهم اعمل افلام، المهم اعمل تمثيل بقى. فلازم اركز في اني على الاقل ابقى ممثله، لو مش هبقى السوبر ستار اللي هي بتعمل الافلام كلها والحاجات دي كلها، بس على الاقل لازم ابقى في اي حاجه تتميز. طب لو انا عايزه اسالك سؤال، انت دلوقتي الانفتاح اللي حصل في شخصيتك او الجرأة اللي حصلت حصل كمان في افكارك؟ يعني انت كان عندك افكار معينه او مسلمات معينه، قناعات معينه، ولغيتيها او اتغيرت خلاص، شفتي طبعاً الامور بشكل مختلف؟ طبعاً. زي ايه؟ طب اديني حاجات محدده. ببص للامور بشكل مختلف خالص، يعني كان زي ما الخيانه، احنا لو بنتكلم على الخيانه او زي ما كان الاول الخيانه تابوه، لا لا في اسباب وفي الاول كان مثلا غير الخيانة. اللي مش عارفه كنت جادجمنتال للاسف، وانا بعترف ان انا بحكم على كل الحاجات، ازاي بحكم بقى على الناس؟ اديني مثل. لا يعني ما يعني مش يعني كنت سطحيه، كنت ببص مثلا واحده لو لابسه مثلا نتجان قوي بتيجي في مخي حاجات مش ظريفه عليها، مع ان ده مش حقيقي. فبطلت بقى كده، بقيت احاول على قد ما اقدر، طبعا مش ملاك يعني. يعني انت كنت بتفكري بالطريقه اللي الناس كانوا بيشوفوكي بيها او كانوا بيحكموا عليكي بيها، انت كنت زيهم، دلوقتي انت ما بقيتيش. الحمد لله، اعتقد ان انا ما بقيتش. ايوه ما بقيتش احكم على حد الحمد لله، وما بقيتش كمان سطحيه، وبقيت ابص مش بس على القشره، بقيت احاول اشوف جوه شويه الناس دي شخصيتها عامله ازاي، قلبها عامل ازاي، اخلاقها مبادئها عامله ازاي. بس خلي بالك من حاجه، في ناس بتلبس عريان وبتشرب خمره وكل الحاجات، بس عندهم اخلاق صادقين امنا، ده اللي بقى يهمني اكتر. كنت لسه هقول لك، انت لو شفتي واحده دلوقتي بتشرب قدامك خمره هتحكمي عليها؟ لا ولا هتقولي دي حريه شخصيه؟ طبعا حريه شخصيه، لا خالص. انا بطلت احكم على اي حد خالص بجد، بالعكس بقيت دايما بحاول يعني ابص على 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 المهم، على اخلاقه، اللي هو مش اخلاقه ان هو بيشرب خمره، ما ممكن يبقى بيشرب خمره ومحترم جدا وديسنت مع الناس يعني فاهمه. لا طيب في شهادات بقى لازم اوريها لك من اصدقائك. إيه؟ يلا. جزء كبير جدا من النجاح كان ريهام عبد الغفور، لان انا خدت منها، فهي كانت جوه فيفي قوي، فديت خلتني انا كمحمود الليسي بقيت سعد قوي. انا بعتبرها حربايه، لا يعني مش حربايه، الممثل الحربايه. في ممثل اسمه الممثل الحرباء، اللي هو بيتلون بلون الشخصيه. يعني لو ركزتي في، هنقول في رمضان بس اللي فات، ريهام عملت ثلاث شخصيات، مفيش ولا واحده شبه الثانيه. مصر كلها فاكره ان ريهام هي البنت الكيوت الطيبه الرقيقه اللي بتحب الحب، بس ريهام مش كده خالص. هي ريهام مجنونه و هايبر وهاديه، يعني هي حسب المود، عارفه تحسيها جوزائيه في نفسها بس هي مش جوزائيه، بس هي ممكن تتجنن، ممكن تغني، ممكن تلاقيها قاعده بتتكلم في نفسها عادي خالص جدا، مفيش اي مشاكل، بس هي مش كيوت قوي. بس هي عندها مشكله ان هي بتخاف على مشاعر الناس قوي، فبتخاف على مشاعر الناس بزياده، فبتتخيل ان
انا لو عملت كذا ممكن يقول عليا ان انا وحشه، لا هو انا حلوه ولا انا وحشه. فهي من كتر حبها للناس بقت بتخاف على مشاعرهم زياده عن اللزوم. ريهام عندها هوس بالبرفكشن، يعني هي بتحب الكمال كأم، هي بيرفكت، هي كزوجة هي بيرفكت، هي كممثلة بيرفكت، بتدي كل حاجة حقها، مما ينعكس عليها مرات تمنع نفسها تنبسط أكتر لحسن، يعني لحسن حد يفتكر مش عارفة إيه فيبقى ينعكس على أولادها. لو حابة حاجة تتغير في ريهام إن هي تدي لنفسها جزء من طاقتها، تفكر في نفسها شوية. يعني مثلا أنا رغم إنه أنا في سن مامتها، يعني أنا ريهام زي بنتي، إلا إني لما يبقى عندي تساؤل أو لما يبقى عندي مشكلة أول شخص يخطر على بالي هي ريهام، لأنه عارفة إن هي هتديني من وقتها، عارفة إن هي مش بس هتديني، هتفكر، هي بجد هتفكر فيا، هتفكر في التساؤل بتاعي. في موقف جدعنة لريهام أنا مش هقدر أنساه، إنها إدتني بيتها في وقت من الأوقات، كان في حاجات في بيتي وبتحصل وكده، فبصيت لقيتها جايبه لي المفتاح وجاي، يعني من غير ما اطلب كمان. فهي عندها ذكاء اجتماعي، هي ذكيه في اختياراتها، هي ذكيه حتى في مظهرها. ريهام بتحب الخروج والسهر، هي من احسن الناس اللي تخرج معاهم وتسهر، لان هي بتعرف كل الاماكن، بتعرف كل الاكل. في نفس الوقت هي بتحب البيت. أول ما بيتقال اسم ريهام بفكر لما بتقول ليحيى الفخراني على المسرح، لا شيء. أقدر أقول بقينا أصحاب وبقينا نعرف بعض بجد من إيه، من 3-4 سنين يعني. والحقيقة هي اللي اقتحمتني، ودي كانت من أحلى الاقتحامات اللي اقتحمتها في حياتي يعني. اللي حصل اقتحام ريهام حصل في يوم كده من 3 أو 4 سنين. أنا فاكر كنا في عيد ميلاد ولقيتها راحت داخلة عليا بتقولي هو أنا ليه مش صاحبتك فجأة كده؟ اشمعنى كل صحباتي صحابك وأنا مش صاحبتك، وأنا بحبك وبتفرج عليك وأنا عايز أبقى صاحبتك واديني فرصتي. زي من يوم ما قالت لي كده هي فورا نقلت نفسها عندي في حتة تانية خالص. ريهام أساسا من الصحاب الجدعان بجد يعني، يعني عندها الحاجات بتاعة إن هي في العادي بتسأل ازيك، وحشتني، عامل ايه، الدنيا ايه، لو الواحد عنده حاجة، ظرف صحي، مناسبة بتاع، هي بتبقى اول واحدة متصدرة وموجودة جدا. والحلو ان في ناس بتعمل ده بشكل واجب، وفي ناس بتعمل ده من قلبها. ريهام بتعمل ده من قلبها طول الوقت. عندها طبقات وبتعرف كويس قوي تتحكم، تخلي يعني تسمح بحدود لمين لغاية فين، مين يقرب، يعني يفتح له الباب، ودرجة الصداقة تعلى وتقرب لغاية فين. ريهام للي بيقرب منها وبيعرفها هيقعد يتفاجئ كتير، يعني هيقعد ياخد مفاجآت كتيرة جدا، لأن هي ليست كما تبدو أو ليست زي الانطباع اللي بيتاخد عنها. هي روحها أشقى بكتير، هي دماغها خفيف وإفها حاضر، وأنا بحب النميمة الحقيقة، فهي نمامة لذيذة جدا، يعني زميلة في النم لذيذة جدا. آخر نم كانت ايه؟ اخر لما كانت كان في مناسبه معينه معزومين عليها احنا الاثنين، وبنقدم رجل ونأخر رجل على ان احنا نروحها، وعمالين كل شويه نبعت لبعض واتساب هتروحي؟ لا بس انا مستثقيله، طب هتروح؟ لا بس انا ما اعرفش ايه. وفي الاخر قررنا ان احنا الاثنين ما نروحش. وعندها طاقه وحيويه ممكن اللي يعرفها كممثلة ما يبقاش عارف انها موجودة عندها. لا يعني ريهام ممكن تعمل 30 حاجة في اليوم وتروح وتتنطط وتجري، وعندها طفولة، يعني عندها طفل شقي كده موجود طول الوقت. اول حاجة عايز اعرف ايه المناسبة، عشان هرجع من الاخر للاول، ايه المناسبة اللي انتوا كنتوا رجل ورا ورجل قدام ما رحتوش؟ يعني هو كان اعتقد ما انت اتغيرتي بقيتي جريئة وبتقولي لا هي خلص. كانت مناسبة حقيقية يعني، لحد يعني كان عازمنا على حاجة، واحنا ما كناش انترستد قوي في الموضوع. انا بس عايزة حد من الوسط يعني؟ ايوه من الوسط. بصي هقول لك، ست ولا راجل؟ ست. ست. ده انت يا سمر. مين طيب؟ لا لا اكيد لا. طب اول حرف؟ لا لا استحاله. بس انا عايزه اتكلم، هبتدي باول ليديز فيرست، فهبتدي بسلوى محمد علي. انا لو شخصيتي اتغيرت حقيقي، ان انا ما بقتش سطحيه وبقيت بحاول ابقى ببص للموضوع بشكل مختلف، هي بسبب سلوى محمد علي. انا رحت اشتغل في مسرحيه الملك لير، قعدنا سنتين
قعدت اشتغل معهم سنتين. المهم يعني ده كانت من اهم الخطوات في حياتي اني اتعلمت التمثيل حقيقي من يحيى الفخراني. طبعا دكتور يحيى حبيبي. طبعا دكتور يحيى الفخراني. فالمهم فما كانش فيه اوض كافيه فهم قرروا يحطوني انا وسلوى في نفس الاوضه. طبعا احنا الاثنين كنا متضررين في الاول عشان مفيش برايفسي عند حد فينا كده. عايز اقول لك ان بعد كده بقت فيه اوض ان كل واحد احنا بقينا خلاص هي حبتني وفهمتني وبعدين تبنتني بقى فكريا بقت تحاول تفهمني ان لا ده مش صح لا ما تحكميش على حد التقبل ان احنا نرحم بعض مش تحكمش على بعض. غيرتك في ايه بشكل واضح؟ اديني حاجه قولي لي. هو ده غيرتني فكريا ان انا ما احكمش على الناس من ايه لايه من السطحيه والجادجمنتال للا ولان ازاي نقبل بعض وازاي نرحم بعض وازاي ما نحكمش على حد وازاي نفكر ان دي عملت كده ايه اللي ضغط عليها للدرجه دي. سلوى محمد علي هي شخصيه من الشخصيات اللي غيرتني انسانيا وفكريا كومبليتلي. وهي طبعا مش زي قد امي دي صغيره وحبيبه قلبي وكده فمش مظبوط قد امي. كلهم اجمعوا ان انت حاجه والناس شايفاكي بحاجة تانية. انتي ليست كما تبدو زي ما بيقول تامر. حتى محمود قال مش الكيوت اللذيذة محمود مش اللذيذة يعني لا انتي لذيذة بس مش اللي هو اللي الناس بتشوفك بالشكل ده مش الرومانسية الحالمة. هم فهموني يعني. احنا عشنا مع بعض محمود انا بتكلم دلوقتي على محمود عشنا مع بعض قصة لا تطفئ الشمس اللي هو كان من اهم اعمالي واللي هو افضل هفضل عندي الخوف ان انا مش هعرف اعمل حاجه كده تاني من كتر ما حبيته وحبيت العمل دوت بكل صناعه يعني في احترام كبير قوي للعمل دوت بصراحه بالنسبه لي وحب كبير قوي. ما انا ومحمود عشنا مع بعض قوي الكابل دوت وكده فهو عاشرني ففهمني شاف ان مرات بكون هاديه ومرات بكون منفعله ومرات بكون متوتره قوي وكنا احنا الاثنين بنطمن بعض كده هو بيسالني وانا بساله وكده فحصل بينا قلت فهو شاف شافني وانا متوتره وشافني وانا هاديه وشافني وانا مبسوطه وشافني وانا مرعوبه يعني شاف دوت فبحبه جدا. طبعا تامر بقى قصه بيقول عليك شقيه جدا. تيكو فعلا احنا كنا في عيد ميلاد وانا كنت ايه عامله زي العيال كده اللي هو انا شايفه كل البنات بتحب تامر قوي وصاحب البنات قوي فجيت في وقت قلت له انت اشمعنى انا يعني اللي ما بتحبنيش ما بتحب منا وكنا ودول ربنا اشمعنى انا يعني. فمن هنا ابتدت فعلا العلاقه وهو بسرعه فهمني. هو بالصدفه خلي بالك انا مش كل الناس بتفهمني بسرعه في ناس عندها انطباع هم اكتشفوك مش حكايه ان انا طيبه ورقيقه هو اقرب لفظ ممله الناس فاكراني الشخصيه الهاديه الممله اللي كده مع انا عاديه يعني في اوقات كل حاجه على حسب وقتها يعني فتيكو فهمني بسرعه جدا حصل بينا بوند غير طبيعي. وخلي بالك انا لما رحت قلت له على فكره مش هشتغل معاك انت كاتب كبير واحسن حد بس انا عايزك تحبني ان بقى صاحبنا وكده هو جه بقى حظي حلو ان انا اشتغلت في لا تطفئ الشمس بعد سنين من ده بس قصدي ان انا حبيت الصاحب يعني طبعا كل الحب والاحترام للكاتب بس انا حبيت الصاحب ده صاحب البنات اللي بيفهمهم واللي بيسمعهم واللي دايما ذار يعني عشانهم كمان. فمن ساعتها حصل بينا العلاقه القويه دي وهو فهمني دي احلى حاجه ان هو فهمني فاهم ان انا مش هاديه ومش ممله فاهم عادي فاهم ان انا طبيعيه. هم اكتشفوا شخصيه ريهام عبد الغفور الحقيقيه. طيب انا اخر سؤال في الفقره دي عايز اسالك اقول لك افكارك اتغيرت من ناحيه السياسه الدين الاخلاق الفن ازاي؟ اديني جمل مختصره او امثله مختصره. السياسه عمري ما كنت بفهم فيها وصدقت في وقت من الاوقات حاجات معينه وبعد كده اكتشفت ان انا برضه لسه مش فاهمه فيها فما عنديش حاجه اقولها في السياسه حقيقي. الدين كنت بخاف اكتر ما بحب يعني زي لسه بقول لك انا خايفه من دلوقتي مصدقه في رحمه ربنا اكتر من في انتقامه يعني مصدقه ان ربنا رحيم قوي فمش هياخدنا فعلا بقلوبنا مش هياخد ان انا عملت النهارده حاجه غلط فخلاص كده انا ولا مظهرنا ولا هو بالقلب وهو فعلا هيشوف قلبي او قلبك او كده فهو ربنا رحمته واسعه جدا وهيحكم على الناس بالقلب. الاخلاق الاخلاق ان مش باللبس ومش بالشرب ومش بالحاجات دي مش الاخلاق. الاخلاق هي اني ما خونكيش ما اخدعكيش ما بكذبش عليكي ما سرقكيش ما دي الاخلاق ما مش ان انا بس ابقى بصلي وبصوم مش هي دي الاخلاق دي الدين. انما الدين المعامله ودين الاخلاق. الاخلاق زي ما بقول لك ما لهاش علاقه بالاشكال. ايه تاني؟ الفن اتغيرت ان انا كنت الاول مهووسه بالسينما عايزه اعمل اي حاجه فعملت افلام كتير ملهاش لازمه فدلوقتي تفكيري اتغير في الفن ان انا مش مهم اسيب افلام
المهم اسيب عمل حلوه ايا كانت فين، اسيب تمثيل كويس، اسيب ادوار مهمه، مش مهم ان انا ابقى مجرد بطله فيلم ملوش لازمه، يعني المهم ان انا ابقى عامله دور كويس واعمله كويس وده اللي اسيبه. هنتكلم بقى بشكل مفصل واوسع عن الفن بس هيكون بعد الفاصل، استنونا. الله ده حلو قوي، ميه من تحت تبن، عجبتني قوي ده. ده بيأكد كلام اصحابك ان انت ميه من تحت تبن. وشفت انا يعني عكس الناس، انا مش عايزه ابقى كيوت يا جماعه ارجوك، كل الناس بتدور على الكيوت عادي وانت لا مش عايز ده. طيب في البروفايل ده في حاجه عايزه تسقطيها من تاريخك؟ في افلام مش عايزه تتكلمي عنها او مسلسلات في البروفايل ده؟ لا ده لا، بس عايزه اصلح معلومه. قولي بقى. انا مش اول مسلسل عملته كان زيزينيا، انا كان اول مسلسل عملته اسمه العائله والناس، اخراج استاذ محمد فاضل، وانا زي ما ابويا قال رحت الاوديشن ده، استاذ محمد فاضل حتى ما كانش يعرف ان انا بنت استاذ اشرف عبد الغفور، فهو ابويا ما كانش واسطه خالص خالص خالص، يمكن بعد كده كان واسطه ان الناس تعرفني اسرع تحبني اسرع عشان عنده هو طبعا ناس بتحترمه وبتحبه الجمهور وكده، لكن وصف الدخول لا خالص. وزيزينيا بعده؟ زيزينيا كان بعدي، كان بعدي بسنه. يعني تقريبا قريب من بعض. طيب يعني الاثنين نقدر نقول ان في اوائل اعمالك. كنت بعمل بدل منى، ومنى ساعتها ودلوقتي ولسه وهتفضل هي اكتر حد انا بحترمه وبصله لفوق وباخداه مثل اعلى. يعني فحبيت برضه اقول المعلومه دي. طب قولي لي لو نقدر نقول كم فيلم ندمتي عليه ريهام؟ انف يعني عملت في افلام الحقيقه ندمت عليها، بس ارجع واقول لك انا كنت لسه ما عنديش اي خبره. زي ايه؟ ما هو اصلا انا مش عايزه اقول اللي عارفه زي ايه عشان ده ممكن ليه؟ ناس كتير تعبت في الشغل فمش عايزه. لا انت من وجهه نظرك انت طيب كممثله. انا مثلا في فيلم اسمه بالعربي سندريلا ده ندمت قوي عليه، ما اتمناش ابدا اني كنت اعمله، هو مش ذوقي ومش اختياراتي ومش اي حاجه، بس كان من كتر ما انا مهووسه بالسينما وهموت واعمل افلام فكنت بقول بجرب، ما يمكن ما يمكن، فاهمه؟ دلوقتي ما بقاش عندي التخلف ده لاني بقى في حاجات بتجاوب بيبان من عنوانه، في حاجات ممكن تقدريها غلط بس في حاجات باينه، دي كانت من الحاجات الباينه انها مستحيل هيبقى اللي انا عايزاه او الحاجه اللي انا عايزاها. ليه مستحيل؟ عشان الاسماء مثلا الموجوده في العمل لا ولا لا القصه نفسها؟ تحسي افلام مقاولات شويه. يعني حتى انا اشتغلت مع حاج السكي، حاج احمد السكي تاني وبحترمه وبحبه جدا، بس انا حتى متخيله ان هو شخصيه ممكن يبقى كاره الفيلم ده. عارفه فيلم ما مش ولا هو فيلم مهرجانات ولا هو فيلم تجاري حلو، فيلم كده مقاولات مش ما عملش حاجه لاي حد غير حاجه مش طيب كويسه. وجاي في السريع مع ماجد الكدواني؟ لا جاي في السريع ما ندمتش عليه، الفيلم كان مكتوب كويس وماجد الشغل مع ماجد من اهم الممثلين في مصر، يعني طبعا بحترمه جدا. طبعا من اهم الممثلين في مصر، بس الفيلم ما نجحش. الفيلم ما نجحش بس ظروف تانية، بس ده ما ندمش، ده ما ندمش عليه. لان ده في عناصر كتير بحبها وبحترمها. والتاني النوع نفسه مش ذوقي خالص. طب يعني ده في بداياتك. حديثا بقى في حاجه انت ندمانه عليها؟ لا. طب مسلسلات؟ حديثا بطلت اعمل حاجه غير وانا حباها بشكل كبير، حديثا مهما حصل ما بقتش اجي على، يعني ما بقتش اسيب الناس تدوس عليا بقى. حتى في الشغل ما بقتش اللي هو كنت الاول ممكن اروح اعمل حاجه مضطره عشان خايفه المنتج يزعل او بتاع، بقيت بقول لا مش هعمل حاجه تضرني او عشان اجامل او عشان ايه، بحاول اجامل بقدر المستطاع بس ما يبقاش على حساب نفسي وعلى حساب. طب الدراما ما فيش اي حاجه ندمانه عليها دلوقتي ولا قديمه؟ في كله، تاريخ كله. يعني يمكن المسلسلات كان حظي كويس شويه ان انا كان بيجي لي حاجات احسن بكتير من اللي بتجي لي في السينما، و اكيد في حاجات كانت اقل مستوى من حاجات تانية، بس ما اقدرش اقول ان في مسلسل شعوري تجاهه زي شعوري بقى. انت محظوظه شويه في الدراما. في المسلسلات نقدر نقول لو قلت لك مين اللي انت بتقولي مش هشتغل مع المخرج ده تاني؟ اسم، اديني اسم. بجد ما عنديش مخرج بقول ان انا مش هشتغل معاه تاني خالص. يعني هي انا قلت لك الفيلم اللي انا ما كنتش حباه كفيلم على بعضيه، حتى مش كالمخرج، مش قصدي على المخرج، على الباكج بتاعته مش ذوقي، انما ما فيش مخرج. اقول في مخرجين ما اشتغلتش معاهم بس برضو مش عايزه اشتغل معاهم، لان هم انا مثلا مدرستي في الفن بقت مختلفه عن طريقتهم، ممكن يبقى كده، انما ما فيش حاجه شخصيه مع حد يعني. طيب دور الراقصه بقى في حاره اليهود نقف عنده بقى. ما بين الانتقادات وما بين غضب الام. ايوه انت شايفه ان انت كويسه الاول في حاره اليهود في الدور ده؟
كتمثيل متهيألي كنت كويسة يعني. أنا برضو مندو العدل من المخرجين اللي أنا بحب أشتغل معهم، هو بيوجهني كويس وبطمن معي يعني، أنا بثق فيه فببعرف أني ببقى كويسة معي. طب دور الراقصة بقى، أنت قمتي بدور الراقصة كما ينبغي أن تكون؟ بس هي طبعا مشكلتي أن أنا ما بعرفش أرقص بلدي قوي، فعملت مجهود بصراحة وده كانت آخري يعني، ومندو برضو راعى ظروفي يعني. كرأس أنا مش راقصة وما تعودتش أرقص، فما عنديش ليونة الرأس، فالرأس حاجة جميلة كنت أتمنى أن أنا بس في ممثلين بيتمرنوا بيستعدوا دور معين. لا أنا اتمرنت كتير على فكرة وغيرت كمان، أنا اتمرنت من الأول، كان في بنت راقصة اسمها دعاء بتمرني، وبعدين لقيت أن أنا اللي لقيت أن أنا محتاجة حد عنده خبرة أكتر لأن أنا فاشلة جدا في الرأس، ورحت المدام لوسي ومرنتني فعلا وعملت لي حاجات كتير لذيذة، وبعد كده اضطريت كمان أن أنا مش بس كده، أن أنا كمان رحت للدكتور عاطف عوض عشان يديني يخلي معايا بنت تديني بقى خطوات، بقيت أرقص عارفة زي الرأس اللي هو زي فرقة رضا وكده اكتر الإيقاعي. من الايقاعي فمش الحال لانه كان ماشي لان كان الاحداث قديمه فكان في النوع الرقص ده اكتر يعني، فمش الحال. وبعدين خلي بالك انا كان عندي 6 رقصات في 30 حلقه فاول موضوع، والا كان ماندو جاب واحده راقصه حقيقي تعمل لو جالك الدور. بقى دور رقص تاني هتكرريه؟ انا مش عايزه اكرر نفسي عامه في دور الرقص او غيره لا بس ممكن انت لو شفتي نفسك عملتيه حلو قوي تقولي ممكن اعمل حاجه كرقص. مش انا مش لعبتي قوي الرقص، لكن لو دور راقصه بس ما بترقصش كتير، راقصه بس ما بترقصش هعمله، لان انا على حسب الدور ما يهمنيش، انا دلوقتي ما بقتش يهمني غير الدور هقدر اقدم فيه ايه الجديد. راقصه مثلا شريره غير راقصه طيبه غير راقصه كل حاجه غير الثانيه. طيب مامتك بقى قطعتك قد ايه بسبب الدور ده؟ لا مامتي الحقيقه فاكره كويس قوي، كلمتني قبل الفطار بالظبط وانا بحضر الفطار مش عارفه ايه واللي انت لابستاه، قامت قافله السكه وبطلت ترد عليا مثلا كتير اسبوعين، مع ان انا في حياتي العاديه بلبس اكتر من ما كنت لابسه في دور الرقاصه، لان في دور الرقاصه انا كنت مراعيه انه في رمضان وكنت مراعيه ان مامتي هتشوفه وكنت مراعيه حاجات كتير، فكان دلوقتي شايفه ان ده اللبس مقفل اصلا كانت مونيا يعني في التلفزيون رمضان. ايوه ما اكيد مونيا فتح الباب للستايلست مهمه وحبها جدا، كانت بتتريق عليها في الاخر بتقولي لا ما انا كده هجيب لك بقى اشاره التحجيبه يعني البتاع ده اعمليه تحجيبه من كتر ما انا لا قفلي لا قفلي لا قفلي لا قفلي، ما كانش حتى منطقي التقفيل قوي ده. بس بعد اسبوعين رجعت اتكلمت حاولت اشرح لها ان يعني بليز بلاش الطريقه دي لان انا ما عملتش اي حاجه خالص، ده دور وده شغلي، وكمان انا ما تخدتش اي خطوط من اللي بتضايقك. خلي بالك انا ساعات كتير قوي ما بعملش حاجات عشان زعل امي مش عشان ده رايي انا، فاهم قصدي؟ يعني ولا والدك ولا جوزك ولا حد حاطط لك خطوط يعني حمراء غير والدتك يعني الام بس هي اللي حاطه لك الخطوط الحمراء في حياتك تقدري تقولي كده. طيب عايزة أوري لك رأي النقاد في دور الراقصة. أنا أكتر واحدة رأي النقاد اللي بخاف منها في دور الراقصة. أوكي يلا بينا. تصريح رهام عبد الغفور بان والدتها قطعتها لمده شهر بعد دورها كراقصه في حاره اليهود، الحقيقه انا شايف ان سواء والدتها قطعتها بسبب هذا الدور او لم تقاطعها فهذا الدور كان واحد من اسوا الادوار اللي قدمتها رهام عبد الغفور، مش علشان هو دور راقصه لكن الدور لم يكن مناسب ليها ولا لطبيعتها ولا لاسلوبها في الاداء. في الدراما التلفزيونيه لما بنقدم الراقصه بنقدمها بشكل متحفظ قوي، يعني اللي قدمته رهام واللي قدمته مثلا منى زكي كراقصه في افراح القبه واللي قدمته حتى وفاء عامر كراقصه في تحيه كاريوكا كان متحفظا، فبالتالي يجب ان يتحرر الدراما التلفزيونيه من القيود دي كلها، وانه الممثله عندما تمثل راقصه ان تمثل فعلا راقصه. طيب استاذ رامي عبد الرازق شايف ان انت اسوأ دور قدمتيه أوكي. والاستاذ او من الأسوأ من أسوأ ادوارك استاذ طارق الشناوي بقى شايف ان الدراما لازم تتحرر من التحفظ، يعني انتوا بتقدموا ادوار راقصين او راقصات بس متحفظه في نفس الوقت فايه رايك بقى في الرايين دول؟ مبدئيا موضوع التحفظ انا شرحت انا ليه كان عندي اسباب التحفظ، يعني مثلا امي من اسباب التحفظ دي، بس برضو ارجع اقول لك ان زمان قوي يمكن الراقصات دلوقتي بيبقوا لبسهم مفتح اكتر مش عارفه ايه، يمكن زمان كان في عادي جدا الفكره بتاعت حاره اليهود دي ان هي راقصه وكل حاجه بس بتلبس مقفل وبتروح من البيت للمسرح ومن المسرح للبيت، يعني ده كان وارد. انما استاذ طارق بيتكلم ان جنر
دلوقتي على كل تقديم الراقصات ممكن يبقى طبعا وجهه نظره، انا احترم وجهه نظره، وانا الاكسبيرينس بتاعتي انا في الدور انا كنت فعلا متحفظه لاسبابي، اسباب شخصيه يعني زي ما بقول. طب انا سؤالي بقى اللي وما كنتش بيضر بالعمل، عارفه هو ما بيضرش بالعمل، انا كنت لابسه حاجات برضو اللي هي شعبي كده فعادي. طب انت طالما مش حاسه ان دي طبيعتك او الدور بعيد عنك مش دورك، قبلتي لي ليه؟ أنا كان اسهل ان انت ترفضي الدور ما تعمليهوش بدل ما انت تعمليه بشكل ممكن الناس تاخده عليكي بعيد عن الحقيقه، لان الراقصه في 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 كل الناس بتشوف ان الراقصه ما ينفعش تبقى متحفظه، ليها اتيتيود معين، ليها طريقه كلام معينه، ليها طريقه رقص معينه. انا ما كنتش معينة. متحفظه في طريقه الكلام اطلاقا، واللبس كنت مظبوط يعني بيلبس شعبي زي فرقه رضا كانوا في لبس شعبي، فانا ما كنتش متحفظه، هي بالصدفه مامتي مقفلاها زياده فلما لبست حاجه مفتوحه سنه اتضايقت. لكن دي راقصه في كباري ولا في فرقه رضا؟ لا دي راقصه في كباري بس في زمان قوي يعني في حقبة زمنية مختلفة مش زي دلوقتي خالص الدنيا، يعني الدنيا زمان غير كانت دلوقتي، فما قصدي مع ده انا بقول يمكن انا في الكيس بتاعتي كانت كده بس ما قدرتش بالدور، يعني كنت بتكلم بطريقه وبعمل كل حاجه بطريقه ولبسي كان مناسب. يعني انا بس عشان صرحت بقصه امي دي فالناس انتبهت لموضوع اللبس، ان ما هو اللبس كان مناسب ما حدش اعترض. استاذ رامي على راسي طبعا رايه كل حاجه، بس انا شخصيا سمعت اراء نقاد كتير في دور حاره اليهود وكان عاجبهم، وانا شخصيا برضو مش دايما بيعجبني نفسي او اللي هو انا شايفه نفسي زي الفل طول الوقت ولا حاجه، بس حاره اليهود من الاعمال اللي انا لا انا شايفه ان انا كنت كويسه فيها، ومنى شلبي شهدت لي بدوت مع انايا كنا احنا الاثنين مع بعض كانت دايما بتكلمني تقول لي، ما كانش في سبب يخليها تكلمني تقول لي لو انا عامله وحش، والشركه نفسها والناس والجمهور وكل الحاجات ما. فانا ممكن اكون موافقه في ان انا كنت برقص وحش مثلا، رأسي مش مقنع ان انا رقاصه ممكن، بس برضو في رقصات ما بيرقصوش كويس قوي للدرجه دي، بس ماشي ممكن، انما كاداء لا انا عندي كم مشهد يعني ده مهم قوي في الدور ان انت تكوني بتعرفي خلي بالك انا او متمرنه كويس على ست رقصات كل واحده ما تتعداش ال 30 ثانيه حتى لو أنا بس ده انت في النهايه طالعه بدور راقصه يبقى لازم تعرفي ترقصي. ما انا عملت اللي اقدر عليه يعني ده كان اللي اقدر عليه واللي وافق المخرج عليه واللي الناس ما قالتش حاجه عليه يعني. طيب تعالي نروح لمنطقه تانية بقى، هو ان هل ريهام عبد الغفور جاهزه للبطوله المطلقه ولا لا؟ تعالي نشوف بقى كان نبدا كلام كلام اللي بيزعل بقى. أثبتت ريهام عبد الغفور إنها دايماً في الأدوار المشاركة أو الأدوار التانية أو الأدوار اللي فيها بطولات جماعية بتكون ظاهرة أكتر وبيكون أدائها أفضل مما لو كانت في بطولات مطلقة. حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن ريهام مستعدة للبطولة المطلقة، مش علشان إمكانياتها ما تسمحش بده، لكن لأن وجودها وسط الأدوار الجماعية بيكون أفضل وبيستفز ملكاتها أكتر. هرد بقى. مبدئيا انا بقالي سنين ما عملتش بطولات مطلقه، فهي الفكره ان انا هو استاذ رامي بيقول عشان هي بتبقى احسن في البطولات الجماعيه في لا هو مش مساله كده، هو انا بقيت احسن كممثله لو كنت بقيت احسن كممثله، يعني ان موهبتك بتستفز اكيد بيبقى فيه تشالنج وبتاع، بس انا برضو لو جيت عملت بطوله دلوقتي هبقى المسؤوليه هيبقى فيها نفس التشالنج ده وهعمل. انا مش بقول لك ان انا هموت خلاص اعمل البطوله المطلقه، بس اكيد طموح ليا في يوم من الايام، بس مش مستعجله عليه. او يمكن ما بيتعرضش عليكي؟ لا على فكرة هو بيتعرض عليا حاجات، بس أنا بقيت بقولك عارفة إن في حاجات يعني أنا أحسن لي أقعد أعمل مسلسلات مش بطولة مطلقة بس مهمة، أحسن ما أعمل بطولة مطلقة في أعمال أقل وما مش هتضيف لك يعني الأعمال اللي بتتعرض عليا كبطولة مطلقة مش هي الأعمال اللي مش أنا اللي أنت بطمح لها فعلا، يعني هتخليني أبقى بطلة مطلقة مرة وهرجع تاني بس هرجع بإيمج مختلف. فأنا مش مستعجلة عليها، لكن فكرة إن أنا مع الناس والوحدي بابا لا، هو بس فكرة إن أنا عملت بطولات مطلقة في أول حياتي لما كانش عندي أي خبرة وكان لسه بتعلم تمثيل. دلوقتي اتمرنت أكتر واشتغلت أكتر وبقى عندي خبرة أكتر وبقيت بشتغل نفسي أكتر، بقيتي بروح ورش وبتعلم بقيتي غول تمثيل ربنا يخليك، فبقيت أحسن. لكن مش مسألة إيه اللي ناقص ريهام؟ ضربة الحظ؟ يمكن ثقة أكتر، ممكن يبقى مثلا هم أنا دلوقتي مصدقة إن ممكن يكونوا المنتجين واثقين فيا كممثلة، بس يمكن اليوم حسابات مش واثقين إن أنا ممكن أكون قدها يمكن، يعني واثقين فيكي كممثلة بس مش واثقين فيكي كنجمة.
واسكن فيها كممثله بس مش كبيع توزيع حاجات دي، وارد يكون هو ده. ممكن يبقى نقدر نقول ان الحظ، انت مستنيه ضربه الحظ أكيد. اللي تخلي ريهام تقدر تشيل مسلسل لوحدها ويبدا اسمك ان شاء الله باذن الله. يا رب بعد يا رب. البرنامج نلاقي ريهام عبد الغفور كل رمضان مسلسل باسمها يا رب. يا صح ان كده؟ شاء الله يبقى كل مسلسل كمان مسلسل مهم، ده اهم حاجه. طيب عندنا بقى رساله وسؤال في نفس الوقت من الفنان شريف منير. اوكي يلا نشوفها. ريهام ملتزمة جدا في شغلها، بتيجي في ميعادها بالظبط، بتبقى حافظة شغلها كويس قوي، بتحب تسأل دايما سواء المخرج او اذا كنت انا اللي قدامها، على اساس ان انا يعني برضو ليا خبرة شوية في الموضوع. فكنت مبسوط جدا من العلاقة اللي بيننا وبين بعضينا. عيوبها بقى ان هي ممكن تكون بتتكسف تقول لا، تتكسف ترفض حاجه، ده بيجي على 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 طريقه مشوار، على شكل مشوارها الفني، يعني بيخليها تتاخر شويه. وبرده من العيوب اللي انا كلمتها فيها ان هي مش بتشتغل على نفسها كفايه، يعني لازم يبقى في اللي بيقول عليه مانجمنت، ان هي تشتغل على شخصيتها وازاي تقدم جديد. حصرها فتره من المخرجين ان هي تعمل البنت البريئه الطيبه المغلوبه على امرها، الى ان عملت مسلسل الريان كانت مختلفه، ولما عملت حاره اليهود كانت مختلفه تماما بقى، هنا اثبتت ان هي حد تاني خالص. شفت انها عندها طاقه، واللي انا فكرت فيه كان حقيقي، ان هي لو غيرت من جلدها والناس انتبهت، المخرجين والسيناريستات، لان هي عندها مخزون من شخصيات تانية، يدوها بس الفرصه. انا عارف انها هتثبته بده. عندي سؤال ليك يا ريهام، لو اتعرض عليكي دور جاسوسه في فيلم او في مسلسل، بس يعني جاسوسه كارهه للوطن تماما وبتسرب معلومات وممكن تكرهي فيه كنموذج، او اي دور تكرهي جامد قوي، يعني تبقي متسلطة قوي علشان تخرجي برة وتستخدم الطيبة والرقة اللي انت فيها في الشر اللي انت هتصدريه، تعمليه ولا تخافي؟ ردا على السؤال، السؤال الاول اوكي، وبعد كده نرجع نناقش. لا هعمله طبعا، يعني انا خلي بالك، طب ما هو الريان اللي هو اوريدي لفت نظر الناس ان انا ايه ده، دي حاجه تانية. اداني الريان كانت من اهم خطواتي، كانت واحده مستبده وصوتها عالي وتعمل جوزها وحش قوي وكده. بالعكس انا بدور على الادوار المستفزه، الادوار مش التقليد. انا بقول لك انا مش عايزه ابقى كيوت، فاهمه؟ مش عايزه. انت محتاجه ده في المرحله دي، يمكن استاذ شريف منير شايف ان انت في المرحله دي محتاجه ده. ايوه. وبعدين انا مبسوطه قوي ان استاذ شريف عاجبه حاره اليهود، لان هو بقى فيه الراي والراي الاخر. استاذ شريف من الممثلين انا بحترمها جدا، وبحس ان هو ممثل شاطر اكتر من اللازم، يعني مش 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 يعني مش افريج، ده معدي خالص، ومش زي يعني بحسه مكانه مش في مصر خالص بجد يعني. طب انا بقى اسالك سؤال تاني، بعيدا بقى عن انك ممكن تعملي دور جاسوسه، هل ممكن تعملي واحده سيئه السمعه، عاهره، غانيه للدرجة دي؟ يعني ممكن تعملي دور أيوة يخلي الناس ممكن بجد تكرهك أو تشوفك أو تحطك أو تصنفك في خانة مختلفة عن ريهام عبد الغفور، بما أنك مش عايزة تبقي الكيوت، عايزة تبعدي عن الكيوتنس؟ زهقت من الكيوتنس بصراحة. أنا ما عنديش مشكلة أعمل أي دور أيا كان الناس هتكرهني، أنا مش للدرجة دي اللي أنا بقولها لك. للدرجة دي، لأن أنا ما أنا بكلمك في كده بقى، إن أنا مش يعني انا وامي مثلا، امي بتخاف الناس تكرهني لما اعمل دور شرير، انا ثقافتي مختلفه، انا بشوف ان الناس لما تكرهني لما اعمل دور شرير يبقى انا عملت كويس ونجحت فيه زي الطبيعي. فبالعكس انا اي دور مختلف، ودور مسلسل مريم ما انا كنت طالعه زوجه خاينه، دي حقيقة. من احلى الادوار اللي انت عملتيها الحقيقه، وبحبه جدا يعني، فاما كنت حباه جدا، فما قصدي، فما عنديش مشكله خالص. لا بس إن أنا من غير محاذير تعملي فعلا دور بدون محاذير. ما هو انا قلت لك بقى حكايه المقدره دي، ان انا في مقدره معينه في حاجات معينه مش هقدر اعملها، لكن يعني ممكن اعمل اي دور بس من غير الحاجات اللي انا مش هقدر اعملها غصب عني. طيب نرجع بقى للجزئيه الاولى اللي الاستاذ شريف منير بيقول عليها، هو انك انت محتاجه مانجمنت، انت محتاجه تشتغلي على نفسك
اكتر. هو استاذ شريف بيتكلم في الحاجه اللي انا برضو كنت بتكلم فيها، ان انا فعلا كنت بكسف اقول لا، اشتغلت حاجات كتير قوي ملهاش لازمه. ما كنت يعني هو ده اللي بالظبط انا بقول لك التمرد بقى على الموضوع ده، ان انا الاول كنت بكسف اقول لا، بخاف على زعل الناس، مش عارفه ايه. دلوقتي لا، يعني طالما لا دي في مصلحتي انا كممثله هقولها خلاص يعني، فاهم؟ فانا بالفعل بقيت اعمل كده. يعني عهد لا خلاص خلص، عهد لا بقى هو هنروح دلوقتي عهد لا. لا انك تقولي لا عشان ما تزعليش حد، لكن دلوقتي بتقولي لا علشان انت عايزه ده. لا انا كنت بتكسف اقول لا فبعمل حاجات ملهاش معنى، لكن دلوقتي خلاص اقول لا لما يبقى ملهاش معنى عادي، مش هزعل يعني. طيب. يزعلوا بقى. تعالي نطلع لفاصل ونرجع، والفقره الاخيره في انا وانا، استنونا. رجعنا لكم مرة تانية، آخر فقرة في أنا وأنا النهاردة هي أنا والآخرون. أوكي. السوشيال ميديا بتأثر فيكي قد إيه؟ ما كانتش بتأثر فيها خالص، وما كانش عندي أي علاقة بالسوشيال ميديا لغاية لما واحدة صاحبتي إسراء طاهر أصرت إنها تعملي إنستجرام وفيسبوك، فعملتهم لي. مش أكتف خالص على إنستجرام، وبقيت شوية في الفيسبوك، فمش بتأثر فيها أنا كشخصية، مش بتأثر فيها، بس بقيت فاهمة أهميتها على الفنانين يعني. لأن للأسف إحنا عندنا دلوقتي بيبصوا على الأكاونت بتاعك يشوفوا كم فولور، مش عارفة إيه الحاجات دي، بتفرق في الشغل. أنا ما كنتش متخيلة كده إن الممثلين والفنانين بيتقاسوا بالحاجات دي، كنت فاكرة بيتقاسوا بتمثيلهم. بس طلع إن في حاجات السوشيال ميديا بتأثر صراع الفولورز بين الفنانات، أنا الأكتر، أنا الفولورز بتوعي أكتر، فاهمة؟ لكن أنا بالنسبة لي السوشيال ميديا مش بتأثر فيا كتير بصراحة. طب لو قريتي رأي سلبي عنك تتضايقي؟ أكيد هتضايق يعني، أنا بني أدمة يعني، أكيد مش هكون مبسوطة وأنا بتشتم أو بس it depends برضو على الرأي عامل إزاي يعني، هفهمه وهسمع يعني، هشوفه وهفكر فيه. لو لقيت إنه ظالم هزعل أكتر، بس لو لقيت إن إيه ده ممكن صح الكلام ده، هخلي بالي، هاخده في الاعتبار وهخلي بالي المرة الجاية. طب أكتر شتيمة ضايقتك مثلا كانت في شغلك ولا في حياتك الشخصية ولا كان بسبب إيه؟ وفي حياتي الشخصية أكتر دلوقتي، إن فجأة بقيت من واحدة بتمثل لواحدة مثلاً بتخرج. يعني الكلام إن هي أصل ريهام خرجت، ريهام طب وإيه يعني لما أخرج؟ ما أنا خارجة يعني مع صحابي مع جوزي، ما المشكلة؟ ساعة الجونة لما لبست شورت على البحر وأنا رايحة السينما اتشتمت جامد جداً. ثانية واحدة بقى علشان أنا برضو عايزة أوريلك أهو، بما إنك أنت اللي فتحتي الموضوع. أوكي. ريهام عبد الغفور بتصدم جمهورها بملابس جريئة للمرة الأولى، ده كان في مهرجان الجونة. أيوة ده كان في مهرجان الجونة، كنت رايحة أحضر افتتاح، مش الافتتاح، أنا في الافتتاح كنت لابسة عادي فستان عادي يعني، بس كنت رايحة أحضر فيلم فوتوكوبي، العرض الخاص بتاع فيلم فوتوكوبي، وكنت لابسة سالوبات شورت كده في الجونة. يعني أنا كنت تخيل أني في الجونة على البحر وراح السينما، فعادي أن أنا ألبس شورت. الناس مش متعودة أو ما شافتنيش قبل كده، عشان ما جاليش الظرف ده، ما كان مشافونيش على البحر، فاهمة قصدي؟ إنما أنا ما لبستش حاجة مثلا قد، ما لبستش في الأوبرا مثلا شورت، أنا لبست شورت في الجونة على البحر. وعلى فكرة كنت مستأذنة أمي إن أنا ألبس الشورت ده، لازم تستأذني مامتك في لبسك، ممكن يعني ألبس سالوبات شورت وبتاع، هي ساعتها قالت لي أوكي وبتاع، فاهمة؟ بس الناس انتقدت الموضوع علشان ثانية واحدة بس ريهام، عشان بس الناس تفهم ده وانا افهم ده، انت متجوزة مرتين ومخلفة وابنك 16 سنة وست ممثلة ونجمة معروفة وعندك حياتك الخاصة وعندك اصدقائك وبتاخدي قراراتك بنفسك، بتستأذني مامتك ان انت تلبسي شورت او لا خوفا لما منها هتبقى ولا عليها؟ لما تبقى هتشوفه خوفا من زعلها، لان ببقى عايزاها بحاول انها تستوعبني وتفهمني يعني خوفا منها، خوفا من زعلها، اصل منها هي مش تيجي تضربني يعني، بس خوفا من زعلها يعني، خوفا منها ان هي تزعل يعني، خوفا من ان هي تزعل عشان زعلها وحش بصراحه. لكن تعمل ايه؟ طيب ما تخلينا تقلص بقى وتقعد بقى ما تردش عليا بقى وتقفل السكه في وشي والحاجات دي كلها. فانا بزعل يعني، ما ببقاش عايزاها تبقى زعلانه يعني، فبحاول افهمها ان يعني يديني شوية يعني حرية وثقي فيا شوية، أنا كده كده يعني مش مبتذلة يعني في نفس. وفي نفس الوقت هي وافقت على الشورت. هي وافقت، بس الجمهور اللي ما وافقش يعني اتفاجئ. طبعا في ناس فهمت غلط، فهمت قال، في ناس كانت تشتمني على السوشيال ميديا تقول
اللي هي القرف اللي هي لابساه دوت، في حد يلبس شورت في الريد كاربت وهو داخل مهرجان افتتاح مهرجان، ده ما كانش حقيقي، ده ما كانش افتتاح، هو بالصدفه كانوا عاملين ريد كاربت للفيلم بس مش فكده. بس ده اللي بقوله لك، ان زمان من سنتين ثلاثه كده كنت حطيت صوره وانا على البحر مع جوزي ولابسه شورت، الناس بهدلتني والشورت، وكنا فاكرينك كنا فاكرينك، مع ان انا ما ادعيتش ان انا محجبه وان انا يعني في البحر اكيد ما شافوكيش في حياتك الخاصه يعني او ما شافوا البحر هلبس بعيدا عن التمثيل، ما شافوش ريهام بتتصرف ازاي او بتلبس ازاي في البحر، فما فيش حاجه. ساعتها كنت لسه برضو بتهز وبتخض ومش عارفه ايه، قمت رايحه شايله الصوره. دلوقتي بقى ساعه قصه الجونه دي والشورت ده، ولا شلتي الصورة؟ لا مش زمان، من سنتين ثلاثة كده لما حصل لي نفس الموقف. ليه شلتيها؟ كنت خايفة بقى، كنت لسه بشرح نفسي وببرر وبخاف على كل زعل الناس، أنا لسه بخاف على ناس بس مش كل الناس، يعني بقيت فاهمة إن أنا مش لازم كل الناس تحبني أو كل الناس تبقى عاجباها، يعني عادي يعني. رأيك إيه في المثل اللي بيقول لك كل اللي يعجبك والبسي اللي يعجب الناس؟ ده حلو بس ده ليه علاقه بالذوق بالموضه مش بالشورت على البحر او، فاهم قصدي؟ يعني كل البس اللي يعجب الناس بس في حدود برضو، يعني انا يعني بلبس. نقدر نقول ان المجتمع المصري منافق اخلاقيا؟ في برضو مش عايزه اعمم عشان ما بحبش اعمم، بس طبعا في ناس بتبقى محجبات، مش قصدي، بس قصدي في ناس محجبات ومدعين ده، وفي ناس يعني الموضوع مش ملوش علاقه باللبس، ده اللي انا قصدي عليه، ان هو الموضوع الاخلاق ملوش علاقه باللبس. ممكن ابقى لابسه فستان قصير بس عندي اخلاق، وناس تانية مش لابسه فستان ولابسه طويل جدا عشان ما حدش يزعل على الموضوع، حاجه انا واختي وحجابها احب ماليش دعوه، لكن مش باللبس. في ناس ممكن تبقى لابسه طويل جدا وعندها مثلا حقد عليكي، ممكن، وناس لابسه قصير وفي فنانين ممكن يكونوا بيظهروا بشكل معين علشان نفاقا للجماهير او ارضاء للجماهير، انهم عايزين يبانوا بالمظهر المتحفظ وعشان ما يصدموهمش، حتى لو دي مش قناعاتهم، عشان يبانوا بشكل اكيد. في اكيد في كل حاجه في مختلف وناس كده، في ناس زي ما انا كده واحده طالعه اقول يا ربي انا مش كيوت، وفي ناس تانية بتعمل العكس. هي الحياه اختيارات، يعني انا مختاره ان انا ابقى نفسي ومصدقه ان انا نفسي دي مش وحشه، عندي عيوبي عندي اخطائي، انا مش ملاك، لكن مش محتاجه ان انا ادعي حاجه مش فيا او اخاف من حاجه انا فعلا فيا يعني. طب انت فكرتي قبل كده ان انت تحجبي بما ان اختك محجبه؟ لا مفكرتش. ما فكرتش، لا انا يعني مش حاسه ان انا عايزه اعمل كده. طيب في خبر عايزاكي تشوفيه. اوكي. ده في مجله الجرس كتب والله. زجاجه خمر ريهام عبد الغفور بتغضب الجمهور. فين دي زجاجه الخمر؟ انت شايفه زجاجه خمر؟ انا مش شايفه بصراحه زجاجه خمر. احنا لقيناهم حاطين الصوره وكاتبين كده. ما انا بقول لك في بقى منشطات كده بتتحط وخلاص. طب يمكن يعني معمول كروب للصوره، الصوره تحت كان في زجاجه خمر، ولا هم طلعوا العنوان ده منين؟ وارد، اصل خلي بالك انا بخرج اروح اماكن كتير فيها شرب، يعني معظم المطاعم دلوقتي فيها شرب يعني، فاهمه ازاي؟ وبخرج مع ناس كتير قوي، في منهم اللي بيشرب في منهم اللي ما بيشربش، وبنبقى قاعدين كلنا مع بعض. طب لقيتي هجوم بقى على الموضوع ده؟ قريتي انت شفتي الصوره دي وقريتي اللي حصل؟ بصي مش شاغلني، لان ما اقول لك ما هو وارد، وارد يبقى لو الصوره اللي انا شايفاها دي ما فيهاش، في صور تانية فيها، لكن مش معناها ان يعني وكل واحد حر يعني. مش 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 اخر الدنيا يعني، لو خارجه وفي ازازه على الترابيزه واحنا قاعدين 20 30 نفر يعني، انا ببقى بتقبل صحابي وهم بيتقبلوني، وانا عايزه الناس برضو تتقبل ان انا ممكن يبقى عندي مساحه حريه شويه في حياتي يعني. انا أزلوجز أني مش مضايق حد ومش بضر حد، خلاص كل واحد حر يعني. طيب في فترة من الفترات بقى الناس لما كان والدك كان نقيب للفنانين اتهموا والدك بأن هو إخوان. لما راح قابل حد من قيادات الإخوان، دي من الحاجات الموضوع ده. ده من الموقف ده من الحاجات اللي أنا كنت هنتشل ان هو عمل كده. بس انا عارفه كويس قوي نيته وطيبه قلبه، ان هو كان بيعمل حاجه فاكر انها المصلحه ومش عارفه ايه، بس انا بقيت قلقم شويه منه. هو لسه حاسس ان هي جدا لسه بتعمل اطيب منك ليه كتير، لسه حاسس ان هي لسه بتعمل كده. انت كنت فاهمه، انت كنت معارضه او كنت ضد الزياره؟ انا اتفاجئت، لا انا اتفاجئت بيها زي الناس. هو قابل المرشد ساعتها انا اتفاجئت، ما كانش قايل لي مثلا رايح اقابله، والا كنت هقول له ارجوك ما تعملش كده، عشان انا عارفه ان هو ما عندوش اي نيات غير كل خير، بس هيتاخد عليه الموضوع جامد جدا. وده حصل فعلا، وهي ما كانتش خطوه اعتقد انها مظبوطه يعني، اعتقد ان هو وقع في خطا لما عمل الموقف ده، لكن
كان بمنتهى حسن النية ومصدق ان ده هيبقى في مصلحة النقابة او مصر او يعني. بس ابويا معروف عنه انه اخوان, ده خطأ شائع لانه بس كان بيعمل مسلسلات دينية في وقت من الاوقات, كان مشهور بالمسلسلات الدينية فاعتقدوا انه اخوان. ابويا برضو عامل زي كده مثلا لما تيجوا بيقول لك اصيريكم بتفاجئنا لما نعرف شخصيتها, لان ابويا يبدو كده صارم وكده وقافل ومتحفز جدا, مع انه لا هو متفهم وتلا مامتك هي المتحفظة مش باباكي بالظبط. هو متفهم ودمه خفيف جدا وتعوزي تبقي هتموتي من الضحك منه, مش باين عليه دوت, لكن هو مش اخوان اطلاقا, عمره ما كان اخوان. واكيد لو اخوان ما كانش انا بقيت ممثله مثلا يعني اعتقد يعني. امتى ممكن يكون الاخر جحيم بالنسبه لريهام عبد الغفور زي ما قال سارتر؟ قال هو الجحيم هو هم الاخرون. لما يبقوا ما بيرحموش بعض, لما يبقى الاخر ده مش راحمني, قاعد لي على الوحده وقاعد يحكم عليا وقاعد يطلع فيا الحاجات الوحشه ومش ما عندوش مبدا الرحمه, ده ان هو مثلا ممكن انا ممكن اعمل حاجه, ما انت ممكن تتعصبي دلوقتي يا سمر, انا مش اللي هو بفكر بقى ان سمر دي بنت لذينه ازاي بتعصب ليه, طب ممكن اقول سمر مضغوطه, يا حرام سمر مضغوطه قوي كده. فهو الاخرون بيبقوا جحيم لما يبتدوا يبقوا قاعدين مش مطلعين حقد او كره او غل او انتقاد او طاقه سلبيه, او طاقه سلبيه طبعا. ما حدش حواليكي دلوقتي بيديكي طاقه سلبيه؟ كان في حواليا ناس بتديني طاقه سلبيه, كان في ناس حواليا يعني عملوا معايا مواقف وكانوا ناس قريبين ليا ومعشراهم وكل الحاجات, وقررت ان انا ما اتعاملش معاهم لان طاقتهم ما بقتش مقبوله بالنسبه لي, لاني قطعتهم. قطعتهم كلهم؟ هما مش كتير يعني. بره الوسط ولا جوه الوسط؟ بره الوسط. طيب هل لديك اقوال اخرى زي ما بيقولوا؟ والله يا سمر انا مستمتعه بالكلام معاكي جدا, وبتمنى ان انا اكون يعني حقيقيه, وان انا اكون عارفه اتكلم اكسبرس ماي سيلف, لان انا نفسي فعلا اعبر عن نفسي, لان انا نفسي حقيقي من زمان اتكلم بوضوح عن نفسي واشرح ان انا مش ملاك وممكن يبقى عندي اخطاء, بس بحاول اكون حقيقيه يعني انا اللي انا نفسي يبقى في العموم في الحياه في الشغل في كل حاجه, نفسي اللي يتقال عليها اني حقيقيه مش اي حاجه تانيه. انت النهارده كنت فعلا حقيقيه, وصلتي اللي انت عايزاه للناس, حبيتي اللي انت كنت محتاجه تشرحيه للناس, شرحتي قلتي كل اللي عندك. قلت كل اللي عندي يعني, قلت الحاجات فعلا ان انا مفكره فيها واللي انا بتمناها ان هم يفهموها ويستوعبوها ويحبوها, وما يبقوش باصين قاعدين لي على الواحده كده ان انا لبست شورت, لا عايزه ابقى بينتقدوا تمثيلي اكتر من شخصيتي, او يقبلوكي زي ما يقبلوني, وحتى انتقادهم يبقى على المستوى الفني اكتر من الحياه يعني, وان حياتك الخاصه ملك ليك. حياتي الخاصه ملك ليك. بعد الحلقه دي مامتك هتتخانق معاكي, هتقطعني شغلي ومش هتتكلم معاكي لمده قد ايه؟ مش عارفه, هيبان بقى, ربنا يستر. ريهام عبد الغفور بشكرك على وجودك معايا, نورتيني. ميرسي يا سمر جدا, انا انبسطت قوي ان انا جيت, انا بحب البرنامج بجد جدا, واحنا كمان بنحبك قوي قوي والناس بتحبك جدا, نورتيني. ميرسي. استنوني في انا وانا جديده, اشوفكم على خير وتصبحوا على خير.